18 سنة وبتحبك لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي. سميحة أيوب. لا يا شيخ، روحي نامي، روحي. عمر الحريري. لا 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 لا، أستغفر الله العظيم، دي إنسانة تستاهل كل خير. صلاح منصور. وانتصر الحب. وانتصر الحب. تأليف محمود الشربجي. الموسيقى التصويرية عبد الحليم نويرة. إخراج عصمت حمدي. يا هانم ميرسي يا دادا، يا عجوزه يا حلوه. ازيك يا دادا؟ الله يسلمك يا استاذ. ما فيش حد سال علينا ابدا يا ست ساميه؟ ما فيش غير الست عليا هانم. ومالك بتقوليها كده يا دادا؟ هي الست عليا هانم دي واقفه لك في زورك كده ليه؟ صدقيني دي ست طيبه قوي وجاره لطيفه، دايما تسال علينا. ايوه دايما تسال وتنق يا استاذ. اصل دادا يا صلاح مش عاجبها عيون علي هاني. مع ان عينيها زرقاء. دي عملت تليفون كويس. قلت لها خرجوا من بدري. خرجوا؟ ها وراحوا فين يا دادا؟ النهارده اجازه الاستاذ، خدها وراحوا العزب. يا عيني يا عيني، مسفرين نادر ابنهم في رحله لاسوان وشايفين هم مزاجهم. وحيرجعوا امتى؟ والله علمي علمك يا ست هاني. وما رحتش معاهم ليه يا دادا؟ دي العزبة مليانة خير. لا مؤاخذة يا ست علي، عايزة حاجة؟ أصلي حاطة الأكل على النار. لا يا دادا، لما تيجي خليها تكلمني. إيه يا ست سامية؟ بتبصي في الساعة ليه؟ أظن ما ناوية تكلميها.
مش معقول دي الساعة واحدة ونص وزمانها نامت. ياه ده انت النوم مالي عينيك يا ست سامية. احضر لكم بسرعة كده لقمة خفيفة تتعشوا. اكل تاني؟ نعم. ده اسمعي، اوعي اوعي تجيبي سيرة الاكل دي قدامي دلوقتي خالص والمدة 3-4 ايام، فاهمة؟ يا ستي بعد الشر مالك. اكل 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 طول النهار، بين الاكلة والاكلة اكلة تانية. خلاص. اسمعي يا داد، اللفة دي فيها فطير مشلت، اذا حبيتي تاكلي يعني. ها انا بقى عايزة انام فورا. ومين سمعك يا سامية؟ تصبحوا على خير. صلاح. ايوه يا سامي. حضرتك لسه هتقعد تقرا الجورنال؟ ما هو شوف بقى، عايز تقرا اقرا في الضلمه. نعم. انا عارفه ايه التقليعه الجديده دي، جورنال بكره يطلع الليله وحضرتك لازم تقراها دلوقتي. مش فيه الصبح له عينين؟ يا ستي هبقى اقرا الصبح. خلاص نام انت بس. على فكره قبل ما انام، ايه تاني يا زوجتي العزيزه؟ تعرف تقول لي نروح العزبه تاني؟ الله، طب والعزبه كمان مالها؟ مالها؟ ده كل خطوه اكل اكل اكل. مش بيكرموا الست؟ قول بينفخوا الست. قال بيكرموني قال. يا صوري ما عندي السجاير هنا وعلبتي نسيتها تحت في العربيه. احسن ممكن تيجي تنام بقى. يلا بقى تصبح على خير. نعم 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 نعم. ايه حكايتك بقى؟ قومي شيل الغطا من على وشك يا سامي. يلا. ايه في ايه يا صلاح؟ تصبح على خير دي كده قلتيها وكلفتي نفسك. ايه كويس والله. هاتي هاتي يا صلاح. هاتي. يا اخي عايز انام. اسمعي انا مهما كانت الاسباب والاعذار مفيش نوم قبل ما اخد واحده. السلام عليك يا اخي. اهي يا ساتر، بالذمه ايه دي؟ بوسه دي ولا قلم؟ لا 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 صلاح، انت عندك شغل بكره. عندي، لكن ما نامش متعكنن كده، وبالتالي يجي لي كابوس واقوم تعبان واروح الشغل متضايق ومعرفش اشتغل. بس 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 خلاص، اديني واحده عدل تروق الدماغ. والنبي ولا الصغيرين، اتفضل. الله يا سلام، اهو كده يا ستي انا يا اعظم واحلى زوجه في الدنيا. الله، برضه هتقرا في الجورنال لسه؟ هتصفحه كده بس، يعني هيبقى لا سجاير ولا جورنال. انت حر. تعرفي يا ساميه، بتبقي لذيذه بشكل وانت غضبانه كده. اعوذ بالله. يا ساتر. يظهر انك مش ناوي تنام ولا تنيمني الليله، في ايه؟ لا لا ولا حاجه، نام نامي. ده ايه؟ لا. مالك يا صلاح؟ بحلق قوي كده ليه يا صلاح في الجورنال؟ استنى استنى. مصرع 27 وإصابة 70 في كارثة انقلاب قطار عند الجيزة. ايه؟ قطر انقلب؟ امتى؟ وقطر ايه؟ استنى يا سامي استنى. قول لي. لقي 27 مصرعهم وأصيب 70 آخرون عندما خرج القطار أسوان عن الخط على مشارف الجيزة. نادي! بتقول ايه؟ لا 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 لا، فلا الله على فلك يا شيخ. امتى وازاي وليه؟ وريني وريني وريني. قبيل الساعة 10 من صباح امس. امس يعني النهاردة، مش ده جورنال بكرة؟ هاتي يا سامية هاتي. فانقلبت قاطرته ومالت العربة، عربة النوم والدرجة الاولى والممتازة التي تليها، وتدخلت باقي العربات في بعضها بعنف بالغ. صلاح، نادر نادر ابني. سامية ما تبقيش مجنونة، استنى. ايه اللي جاب؟ علشان كده ما كنتش عايزاه يروح الرحله دي. واشتركت 30 سياره اسعاف و10 سيارات مطافئ لانقاذ المصابين واستخراج جثث القتلى. استعمل رجال الانقاذ انابيب الاكسجين في قطع بعض العربات. اقلب الصفحه. خد خد يا سامي خد خد. انا مش قادر اشوف، مش شايف كمان، مش قادر مش قادر. اما القتلى فكان عددهم 27، تم التعرف على 10 منهم وهم محمد ابراهيم، علي، فتح حسن، وحيد. مفيش مشكلة، الحمد لله الحمد لله. وريني المصابين كده. بلغ عدد المصابين حتى امس
70 مصابا من المواطنين السواح والأجانب، وبينهم أربعة تلاميذ وصحفي وسائق القطار وميكانيكي، وهم حمدي عبد الله زي فتحي كامل رشدي علي عبد الله يوسف نعم مش معقول. نادر يا دادا العطر العطر لازم ايه فين وليه؟ الله انتوا رايحين فين كده؟ استنوا يا اولاد استنوا يا سامية خليكي يا استاذ، انت بالفانيلا يا استاذ وبنطلون البيجامه ايه؟ وانت يا ست سامية بقميص النوم، ايه بس اللي جرى؟ مين اللي قال لكم سامية؟ مين سامية؟ اديني سلسله البنطلونات، قصدي سلسله مفاتيح. يا وحشنا يا رب يا رب اسكت يا رب. يا كبدي يا ابني والنبي ما تعملي في نفسك كده يا بنتي. استنى ان شاء الله كل خير. ان شاء الله كل خير وحياتك يا سامي عشان خاطر خليك انت هنا دلوقتي. خليك انت هنا. مش ممكن ازاي بس سامي؟ انا هرجع لك واطمنك باذن الله علشان بس اعرف اتصرف انا لوحدي، مش كده برضو ولا ايه يا دادا؟ ايوه يا ابني سامي اعملي معروف يا ست سامي. ارجوكي اتصلي بجمال حمدي خليه يجي لي هناك في مستشفى ام المصريين. لازم اروح معاك. سامية سامية معلش يا حبيبتي علشان خاطري خير بإذن الله إن شاء الله بسيطة. أنا رايح بقى. أستاذ خدنا على كتفك. إيه ده؟ يا أستاذ إيه ده؟ البلط يا أستاذ هتخرج بالبيجامة كده ومحفظتك أهي اتفضل. طيب ده عملي معروف خلي بالك من سامية. فعلا يا الاثنين يا أستاذ يا رب هات العوايب سليمة يا رب. يا صلاح أيوه يا سامية هاتلي معاك نادر هاتلي معاك نادر يا صلاح. ربنا قادر على كل شيء. كفايه يا بنتي كفايه. يا رب يا رب انا في عرضك. دادا هاتي لي التليفون بسرعه. حاضر يا بنتي حاضر. اتفضلي اتفضلي التليفون يا بنتي. طيب الو هند؟ نعم انا اسفه يا ست. اهدي كده الاول وصلح النبي اعمل لي معروف. ما صلى عليك يا نبي. الو الو ايوه مين؟ الو الو مين؟ انا ساميه. انا ساميه هند. انا اسفه لصحيتك من النوم. الو الو ساميه في ايه يا ساميه؟ ايوه يا هند جمال موجود. مالك يا ساميه؟ وقعتي قلبي اتكلمي. جمال معاك اهو. الحق يا جمال نادر ابني في الحادثه بتاعت القطر. عرفنا دلوقتي بس عرفته وصلاح راح المستشفى وبيقول لك حصله هناك مستشفى ام المصريين. الو ساميه انا جايه لك على طول يا ساميه. وبعدين يا بنتي هاتي السماعه دي هاتي. الو يا ست هند الو. اما اروح اعمل لها كوبايه ليمون. فاطمه اصحي يا بنت. فاطمه عايزه ايه بس يا دادا؟ يوه ما لسه بدري يا بنت. فوقي بقى واسمعيني. فاطمه هي الشمس لسه طلعت يا دادا؟ نعم كويس يا بنت. انا مش عايزه شغل الجيران بتاعك ده فاهمه؟ تمسكي اعصابك وتفهميني كويس قوي. في ايه يا دادا زينب؟ امي ماتت؟ يوه ما امي ماتت من زمان. امال ايه بس يا دادا؟ اتكلمني امسك اعصابي ليه؟ حصل ايه؟ سنادر يا بنت اقفل بقك ده واسمعيني. كفايه اللي عاملاها ست ساميه في نفسها جوه. انا مش فاهمه قوي زي الناس لكن يظهر القطر اللي كان جاي فيه من اسوان عمل حتى يا ستي يا دي الليله السوداء. امسكي بقك يا ليلى. امي تعالي معايا. ست ساميه في الصاله. انا واخده لها كوبايه ليمون تروق دمها شويه.
اسمعي هتيجي معايا عندك كلمتين حلوين يروقوا هقوليهم لكن شغل الجنان ده لا فاهمه اوعي يا فاطمه اوعي فاهمه هي فيه مش هو الحيله يا ترى جرى لك ايه يا سنادر دايما كنت احاول ابخره وست سامية تضحك عليا وتمنعني وتقول لي بلاش شغل البلدي ده طب والنبي ما في غير عين الست عليا يا ست حالها يلا قومي اعدلي نفسك وحصلي يلا حبيبي يا سنادر اللي اسمك نادر وطول عمرك نادر بين الولاد نعم افندم عايزه ايه يا فطوم يا اختي والنبي والنبي النبي يا سنادر فطومه دي بتطلع من بقك زي السكر برضه ما قلتيش عايزه ايه يو سنادر يعني هكون عايزه ايه نفسي نفسي كده اشوفك مره سايب الكتاب وبتلعب مع الولاد شويه هو انا هلك برضه عشان العب مع الولاد طبعا بحكم سنك يا سنادر 14 سنه يعني ايه يعني مش كبير برضه وانت يا اخويا تيجي من المدرسه للمذاكره ومن المذاكره تقعد على البيانو وتمسك الكمانجا ومن المزيكا لقرايه القصص والروايات يا فطوم 100 مره قلتلك عايز اطلع موسيقار كبير موسيقى ايه مزيكاتي يعني ايوه مزيكاتي واديب ومعايا شهاده عليا عشان كده مفيش وقت عندي للعب مع الاولاد زي ما بتقول هقول لك ايه ربنا ينوي لك اللي في بالك يا سنادر بس ما بسش ولا حاجه اسمعني نعم. عشان ينولني اللي في بالي أيوة. لازم اتعب كده لازم اذاكر عشان انجح في المدرسه وابقى دايما متفوق لازم كمان اتمرن مزيكا ولازم اقرا القصص والروايات ولازم بقى تبعدي عني وما تعطلنيش ابعد عنك بقى كده بقى انا اللي معطلك يا سنادر ربنا معاك يا سنادر ويطمن قلب مامتك عليك فاطمه اختي يا فاطمه يا ربي ايوه يا ستي مالها ست ثانيه ست ثانيه ارفعي معايا يا فاطمه ثانيه كانت واقفه طبت على الارض مره واحده ارفعي بسرعه يا فاطمه روحي هاتي ازازه الكولونيا للحمام يلا قوام يا رب يا رب كان مستخبي فين ده كله يا رب ست ساميه ست ساميه فوق يا ست الكل فوق يمكن الاستاذ يكون رجع روحي افتحي بسرعه روحي يا فاطمه مش معقول يا ست الكل تعملي في نفسك كده يا بنتي اعدلي نفسك يلا يلا يا حبيبتي ايوه كده هي فين هي فين فين ساميه 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 ايه الحكايه ايه اللي انت عاملاه في نفسك يا حبيبتي ساميه ساميه مالك يا ساميه فوق يا ساميه 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 في ايه يا دهدة ساميه انت يا ساميه ردي عليا في ايه في ايه يا ساميه ايه خير باذن الله يا ساميه ما تعمليش كده دلوقتي صلاح وجمالي يطمنونا افتكري دي حادثة قطر يا هند قطر قطر ربنا كبير ربنا كبير يلا يلا اشربي كوبايه الليموناتة ديت علشان تروق دمك يلا هاتي يا دادا هاتي انت بس عنك هاتي اصلها دلوعه حبتين زي ما انت عارف هاتي هي امسكي يلا اشربيها ولا اقولك اشربها لك انا يلا يلا يا سلام يلا حبيبتي اعمل لك فنجان قهوه يا ست هند ولا تحبي تشربي شاي اعملي لنا فنجانين قهوه يا فاطمه هند تفتكري ايه اللي جرى لنادر يا ساميه ان شاء الله ما فيش حاجه انت طريقتك ديت مش كويسه على صحتك نادر يا هند ده نادر وحيد يا هند ردي رد انت يا هند ردي حاضر 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 الو انا انا هند مين جمال صوتك بعيد ايوه ها ايوه يا سلام الحمد لله الحمد لله ايوه جنبي دي مجنونه يا شيخ وحياتك تكلمها انت علشان تطمنها لحسن اعصابها تعبانه خالص ايه يا هند اوعي اوعي يا هند تكوني بتكدبي عليا اوعي ما اقول عليكي ايه بس انت إيه انت مش سامعاني بقول له يطمنك امسكي امسكي هند وحياتك انا يا سلام عليك يا ساميه امسكي وكلميه الو ايوه جمال نادر صحيح بخير وحياة هند تقولي الحقيقه ايوه ايوه شفت انت بنفسك ايوه 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 طيب طيب اجي انا وهند اشوفه ليه لا ليه وهتسيبوه وتيجوا ليه ايوه ايوه حاضر ميرسي يا جمال خدي كلمي يا هند ايوه يا جمال لا طبعا نعم
يا سيدي هي تقول اللي هي عايزه تقوله. انا معاها. حاضر. ايوه ايوه. يبقى ما فيش غير الدكتور عز الدين طبعا ضروري. لا ما سافرش. خلاص اتصل بيها انت دلوقتي. طيب ربنا معاكم. هند. ايوه يا خمي. ايوه انتوا مخبيين عني حاجه؟ ما بلاش عبط امال هنخبي عليكي ايه بس؟ قلبي بيقول ان في حاجه يا هند. هند مش هسامحك طول العمر لو في حاجه مش عايزه تقوليها. يا سمية ارجوكي صدقيني. ايه حكايه الدكتور عز الدين؟ مين ده؟ وكمان هيتصل بيه ليه؟ اقول عليكي ايه بس؟ انا مش عارف يا ستي في الظروف اللي زي دي اهل المصاب ما يقدروش ياخدوا المصاب الا تحت مسؤولية دكتور مختص. والدكتور عز الدين صديق جمال. وممكن يقوم بالمهمة دي. ادي الحكاية اللي انت مكبراها حضرتك. ولا انت عايزاه يفضل هناك في المستشفى؟ لا 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 لا. القهوة. اتفضلي يا ست هند. اتفضلي يا ست سامي. يا سلام. اما فنجالك يا سامية في صرتين فلوس. بصي. لا وانت صادقه يا ست هند. دي عين وعايزه تنفقع كده اهو. بنتي يا فاطمه ايه العبط اللي انت بتعمليه ده؟ تحط صباعك في فنجان القهوه؟ يو من غيظ يا ست. طب وحياتي النبي دي عين الست عليا. مفيش داعي يا فاطمه للكلام ده دلوقتي. اهو انت كده يا ستي. يا ستي صدقيني صدقيني الحسد موجود. طب ده فيه عيون ستات تحسد حتى اولادها. كلام فارغ. خلاص يمكن الحسد ده موجود عندنا احنا بس يا اولاد البلد. طب دي ست ام خليل جارتنا يا ستي مره من المرات. فاطمه روحي شوفي دادا عايزه ايه. حاضر. عايزه ايه يا دادا افندم؟ بتندهي ليه؟ عشان اقفل بقك ده اللي لما بينفتح ما بيتسدش. شو هو انا قلت حاجه يا دادا؟ دول برضو مش مصدقين حكايه الحاسد ده. وقته برضو يا فاطمه. انت مش شايفه حالتها عامله ازاي؟ خليك انت هنا. حاضر. وادي قاعده حق عليا انا. ربنا يجيبك بالسلامه يا سنادر. ده انت الحيله اخياني. كم مرة أقول لست سامية يا ريت يا ستي تجيبوا لنا حتة أخ أو أخت لسنادر. كويس قوي كده يا فاطمة. الحمد لله بقت في حاجة اسمها تنظيم النسل. التنظيم النسل قال؟ طب ليه؟ ده الحمد لله الخير كتير وكان حيتربى أو حتتربى في الزحمة. طب وحياة النبي ومن نبى النبي ده لما يحصل؟ إيه هو ده اللي هيحصل يا فاطمة؟ يو يعني لما اتجوز يا ستي وحياة النبي لكون مخلفاهم ورا بعض كده عشان يتربوا سوا في نفس الوقت؟ يا ربي نفسك الاول. هي الدنيا النهارده بقت مستحمله اللي عليها. اظن ما انت عايزه تخلفي خمسه انت كمان. يا سميه يا حبيبتي اقعدي استريحي بقى. اكتر من ساعه رايحه جايه في الاوضه. يعني ما جوش لغايه دلوقتي يا هند؟ طب ممكن تقعدي وتهدي شويه؟ مش قادره مش قادرة يا هند. لا مش معقول كده أبدا يا سامية. خايفة يا هند. خايفة لا يكون في حاجة ومخبين عليا. ده أنا كنت أموت أموت يا هند أموت. مش عارفة أقول لك إيه بقى. الظاهر إنك عايزة تطبي عيانة بتصرفاتك دي. صلاح كان ليه حق إنه ما خدكيش معاه. نادر لو شافك بالطريقة دي. نادر يعني صحيح هو كويس؟ ده جرس الباب. افتحي يا فاطمة. سامية سامية مش لازم يشوفوكي وأنت أعصابك تلفانة كده. افتحي أبوك دي. أنا كويس أهو. بصي شوفي كده. أيوه. حبيبي يا نادر. صلاح صلاح في 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 النادر. في النادر اتكلم. نادر فين؟ وانت يا جمال مش قلت لي ان هو بخير؟ مالكوا مالكوا واقفين ساكتين كده؟ سامي يا حبيبتي. لا اوعى تقول انه نادر هيرجع معانا البيت يا سامي. عارفه لكن لكن ما خفش زي ما قلتولي. سامية ارجوكي هنتكلم في البيت. تعالي اوعى تلمسني. مانيش رايحة البيت اللي لما تقولولي في ايه. ربنا عايز كده بقى. يعني ايه سامية؟ نادر مش هيشوف تاني. نادر وبعدين معاكي يا سامية. نادر جاي مع جمال ومش لازم يحس باي حاجة. ممكن تسبقوا انتوا ولو سأل عليكم جمال هقوله انكم سبقتم علشان تجيبوا العربية عند باب المستشفى. يلا بسرعة. يلا يا صلاح خد سامية يا صلاح وسبقونا. يلا انا حاجة معاه. ايه ده يا بنتي يا فاطمه انت اتجننتي؟ قولي اللي تقوله يا استاذ. ده نادر كنت نادراه يوم ما يرجع سنادر بالسلامه لكن رقع ثلاث زغاريد. كفايه 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 يا فاطمه كفايه. وحياتك يا ستي ابدا. كفايه كفايه كفايه.
سامية، مش معقول كده يا سامية. اللي بتعمليه ده غلط. أنا معاكي، المصيبة كبيرة علينا كلنا، لكن أنت بالذات، رغم إنك صاحبة الجزء الأكبر فيها بصفتك الأم، ومع ذلك لازم تعرفي إنك أنت اللي المفروض عليكي تكون أعصابك أقوى مننا كلنا، أقوى من نادر علشان يقدر يتحمل الصدمة لما يعرف، أقوى من صلاح علشان يقدر يشوف شغله ويقاوم الحزن اللي هو فيه. لكن إزاي يا جمال؟ بكل عاطفة الأمومة، بكل حبك لصلاح وحبك للعيش الجميل ده اللي انتوا عايشين فيه. انا عملت ايه بس يا ربي علشان كده؟ ده قدرك يا سمير، قدر صلاح، قدر ابنكم نادر. ودلوقتي ارجوكي تلتفت لنفسك شوية، لحسن بالطريقة دي ممكن يجرالك لا قدر الله حاجة وتبقى المصيبة مصيبتين. لا يا سمير، لا، انت مش عارفة قد ايه صلاح تعبان ومتضايق وخايف عليكي. وبالنسبة لنادر، الراجل سلم أمره لله، لكن الخوف عليك أنت. ها يا سامي، ازيك دلوقتي يا سامي؟ أنا كويس يا صلاح، وحياتك كويسة، ما تبصليش كده. لا، الحكاية بقى هتتقلب عواطف، وحياتك ما تبصليش كده. احنا بقى ملناش مكان بينكم دلوقتي. هند، يا هند، يلا بينا يلا. الله الله، على فين؟ نروح بقى، هو نادر نايم وانتوا لازم تستريحوا شوية. ما انتوا قاعدين شوية. لا معلش، تعبناكم معانا. سامي، انت لسه صاحي؟ ما انت كمان صاحي يا صلاح. الصلاح، ايوه يا سامي. لغاية امتى هنخبي على نادر؟ مش قادرة استحمل اكتر من كده. مش قادرة يا صلاح، مش قادرة. كفاية يا سامي، كفاية. انا هحاول افهم الحقيقة شوية. هتقدر يا صلاح، هتقدر. لا، لكن لو ساعدتيني يا سامية. وأساعدك إزاي؟ إنك تتملكي أعصابك وترجعي سامية، سامية المحبة، سامية الزوجة، سامية الأم الغالية. آخر مرة أشوف الابتسامة فوق شفايفها يوم ما كنا في العزبة. سامية، أنتي نمتي؟ أنا يا ريت أقدر. أنا عايزك تنام أنت وتستريح يا حبيبي وترجعي سامية. سامية المحبة، سامية المحبة، سامية المحبة، 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 المحبة. ايه ده كله يا بنت يا سامي؟ كل ده حب؟ فوقي، ده احنا في القرن العشرين. حبك ده كان ممكن يكون على ايام ليلى اللي حبت قيس بوساينة بتاع الجميل، لكن سامية بتحب صلاح للدرجة دي؟ ده يبقى هبل. ليه بس يا نادية؟ برضو بتسأل وتقول ليه يا هبلة؟ مفيش النهاردة راجل يستاهل واحد على مليون من كمية حبك دي. صلاح يا نادية، حب ليه بيساوي كل حب ليلى وقيس وحب بوساينة الجميل وحب عبلة العنطر. بس بكرة تتجوزوا وتتحول البسمات الحلوة لدموع. لا يا نادية، حبنا هيفضل عمره كله بنفس الروعة وبنفس الجمال. ده إنسان طيب ووفي، أمين ومخلص، إنسان شفاف. عيني يا عيني، ربنا يهدي سرك يا ستي. عقبالك يا نادية. أحب؟ لا ما افتكرش، وخصوصا بعد ما شفت اللي عملوا فيك الحب. عن اذنك بقى، قيس بتاعك وصل. صلاح، ما تخليكي معانا. نعم، قاعده اتفرج عليكم بقى ولا ايه؟ مساء الخير. الله، واقفه يعني يا مدنزل نادي؟ معلش، كمان زي ما بيقولوا اذا جاءت الملائكه. بقى معقوله انا ابقى من الملائكه وحضرتك؟ بقول العكس. ساميه الحاج، سامها بيقول لي ايه قدامي؟ شوفي يا اختي ولايه هنا،
يا بنت غيري وكشري في وشه. على كل حال باي باي عليكم بقى. مع السلامة يا نادي. سلميلي على ماما كتير. مع السلامة. سامي. ايوه يا صلاح. سرحتي في ايه؟ تفتكر في ايه؟ في اللي بيفكر فيكي؟ وربع تفكيري فيه؟ ما تظلمنيش يا سامي. ما عاشت اللي تظلمك حبيبتي. مالك يا صلاح؟ تعرف يا سامية دايما وانا بفكر فيكي بيسرقني تفكير تاني. شفتي بقى؟ ايوه يا سامية، بلاقي نفسي بفكر وبعمق، يا ترى هعيش قد ايه؟ سنة؟ اتنين؟ خمسة؟ عشر؟ عشرين؟ تلاتين؟ واقول يا رب عيش مية سنة. اه يا طماع. ابدا يا سامي، انا عايز المية سنة دول علشان اساعدك فيهم. وانت؟ ما هي سعادتي من سعادتك يا حبيبي. يا حبيبتي بحبك 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 بحبك. صلاح صلاح. ايه انت لسه صاحيه يا سامي؟ انت مش سامع صوت البيانو؟ ايوه قصدك يكون نادر ضروري، ده احنا لسه على وش الفجر. تعال معايا يا صلاح. تعال تعال. شايفه فاطمه نايمه زي القتيل ونادر بيلعب على البيانو؟ معلش، ما هي تعبانه طول النهار. برافو يا نادر. برافو. يا ترى اللحن ده بتاع مين؟ انا. رائع يا نادر. خلصت؟ لسه. هتسميه ايه ده؟ من وحي الظلام. معك حق يا نادر، علشان كده قايم دلوقتي وبتلعب. يا حبيبي ده احنا لسه على وش الفجر. وش الفجر؟ الفجر، شروق الشمس، الظهر، العصر، الغروب، الليل، القمر، النجوم، كل واحد واحد. ضلمة ضلمة ضلمة. نادر نادر نادر. ابعد عني ابعد عني نادر. ابعد عني يا اختي. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه؟ ازاي؟ فوقي. ليه؟ فوقي فوقي يا فاطمة وبلاش التخاريف دي. الله، نادر صحي وحضرتك نايمة ولا انت هنا؟ قومي روحي اغسلي وشك وتعالي. نادر، ممكن يا حبيبي تسمع كلام ماما وتشرب كوباية لبن دافية؟ أنا آسف يا ماما، آسف إني زعقت فيك. بالعكس يا نادر، دلوقتي بس عرفت إن ابني كبر وبقى راجل قوي قوي. بابا فين؟ أنا هو جنبك يا نادر. أنا زعلان منك يا بابا. مني أنا؟ ليه يا نادر؟ روح أنت يا فاطمة دفي كوباية لبن. حاضر. زعلان ليه من بابا يا نادر؟ لما شفتني بزق ماما وقفت ساكت. مش لازم تدافع عنها يا بابا. ما هي دي مامتك وانت ابنها. بس انت جوزها يا بابا. معك حق، كان لازم اديلك بوكس على طول. شايف مامتك اتخضت ازاي عليك؟ لا مش شايف مش شايف. سيبوني لوحدي سيبوني لوحدي. نادر. انت هخرج من الضلمة دي امتى امتى امتى؟ ايه قلت ايه يا سنادر؟ بايخة برضو اللي هتنشك يا استاذ احمد. مين ده الاستاذ احمد اللي دايما تدعي عليه؟ لا لا ابدا، ده واحد كان ساكن عندنا في الحاره. اه هو اللي قال لابويا خرج البنت فاطمه من كتاب الشيخ اسماعيل. هو احنا عندنا بنات تتعلم؟ ووافقوا؟ طبعا الا وافقوا، ده بصدق. وراح مقعدني معاه عشان اساعده في الدكان. والله عرفتي تكتبي يا فاطمه. امال كنت هقول له ايه يعني؟ اقول له ان الاستاذ احمد ده هو المزين اللي على راسه حريتنا، اللي بياخد قرشين صاغ على كل نكته يقدمها لي، وكل نكته بقولها لسنادر ما بتضحكوش. فاطمه فاطمه. نعم يا سنادر. نعم. انت روحتي فين؟ انا موجوده يا اخويا، شبيك لبيك خدمتك وبين ايديك. روحي اندهي ماما وبابا، وكمان قولي لهم اني شربت اللبن وبقيت كويس. ايوه كده، والنبي دي حالتهم تصعب على الكافر. اهو برضو لما يشوفوك رايق كده بيرتاحوا. يا رب زيح البلا بقى وهدي الحال. انت يا اسطى اللي ما تتسمى محسوبك لاستاذ احمد المزين اللي يزين اللي ما يتزين.
اما انا بقى محضر لك كام نكته. انما ايه يا اخويا الهي تنشاك، هو انت كل مره تقول لي كده واروح اقولها محدش يضحك عليها؟ ازاي بقى؟ طب وحياتك يا فطمطم، النكته قبل ما ابيعها لك بجربها في كذا زبون. كذا ايه؟ كذا زبون؟ اسم الله يا اخويا على الزباين اللي داخله وطالعه من عندك. هم فين دول يا حسره قلب الزباين؟ ده انت قاعد تنش نهايته. قول. واسمع عم اقول لك، مانيش دافعه غير قرش صاغ واحد بس على كل نكته. ازاي بقى؟ دي كل حاجة بقت غالية اليومين دول يا فطمطم. والنبي ايه؟ خلاص امرك يا ست. اسمعي، واحد طرشاجي راح يخطب بنت من اهلها، سألوه بتشتغل ايه؟ قال لهم تاجر قطع خيار. بتضحك؟ بذمتك اروح واقول نكتة زي دي لابن الاصول المتنور المتعلم اللي عايش في المعادي؟ اروح اقول لواحد بيبيع طرشي؟ قوليها زي ما قلتها لك انا، طرشاجي. يا اخي الهي تطرش يا بعيد، قول غيرها غيرها. عايزين تقولوا ايه؟ ماما بابا، لا لا اموت احسن. عايزه اموت، عايزه اموت، مش ممكن اعيش من غير ما اشوف طول عمري. عايزه اموت. عايز نادر يا حبيبي نادر، دي إرادة ربنا يا ابني. الو مين؟ دكتور عز الدين. اهلا. ايوه صحيح، فيه امل يا دكتور. عايزين تقولوا ايه؟ ماما بابا، لا لا اموت احسن. عايز اموت، عايز اموت، مش ممكن اعيش من غير ما اشوف على طول، مش ممكن. نادر يا حبيبي، عايز اموت، دي ارادة ربنا يا ابني. الو مين؟ دكتور عز الدين. اهلا. ايوه صحيح، في امل يا دكتور. ايه هو؟ ايه هو ده الامل الوحيد؟ ايوه ايوه طبعا طبعا. في ايه يا صلاح؟ سلفندي نازل جارية كده على الصبح عشان يجيب الجورنال. صباح الخير يا ست نعمات. خير؟ وانت وراك خير يا اخويا؟ منين يا حسرة؟ ده ربع شهر يا سلفندي، الاجرة يا محمود بيه. حاضر، ربنا يسهل يا ست نعمات. ايوه اهو ربنا هيبعت لك المهية اخر كل شهر، وانت قاعد تتشمس فوق السطوح طول النهار وتقرا الجورنال. يا اخويا طب اتكسف على دمك شويه، اخرج دور على شغلانه ولا خلاص الست نعمات عملت البت كيه. لا لا ما هو لا، شوف ما هو شوف، عندك لغاية اخر الشهر الجاي، اذا ما دفعتش الايجار المتأخر يا عينيا تبقى توريني عرض كتفك يا حبيبي. السطوح ما تعتبوش، الاوضة هحط فيها فراخ، فاهم يا روح قلبي؟ من حقك يا ست نعمات، من حقك. اسيا اسيا. الله شربات. صباح الخير يا سي محمود. يا صباح النور. هي ام زنقتك وانت طالع؟ معلش انت عارفها يا سي محمود تزعق كتير، لكن والنبي قلبها ابيض. على كل حال دي صاحبة البيت وليها حق. ابدا وحياتك يا سي محمود، هي بس تعاكس كده. وكمان انت صحيح ما بتدورش على شغلنا بدل القعدة دي ليه؟ يعني كده ولا مؤاخذة؟ يعني لا مؤاخذة، اوضتك كلها كده كتب واوراق بس. ايوه يا شربات، الكتب والاوراق دي هي حياتي. يا اخويا قلتلي انك بتكتب كتب وبتالف روايات، وما سمعناش حاجه في الراديو ولا شفناش حاجه في التلفزيون يعني عن اسمك يعني. ولا حتسمعي او تشوفي او تقري حاجه ابدا باسمي، ما تبصليش كده، هي دي الحقيقه. يعني كنت بتضحك علينا يا سي محمود كده برضو؟ ابدا والله يا شربات ابدا، انا اللي بينضحك علي. ليه يا سي محمود؟ انا اللي بكتب وانا اللي بترجم، وغير اللي بيحط اسمه على اللي انا بكتبه او اترجمه.
واسمك؟ ما بيعجبش جماعة الناشرين ولا أصحاب المسارح. أطعم من اسمه محمود ده، حتى اسمه حلو والنبي. مش عارف أفهمك إزاي، ما علينا. أسيبك شوية تقرأ الجورنال بقى ووضب لك الأوضة شوية. ما تتعبيش نفسك يا شربات. تعبك راحة يا سي محمود، اقعد انت في حتة الشمس دي واقرأ لغاية ما خلص لك الأوضة. ايه ده؟ مش ممكن، مستحيل مستحيل مستحيل. لا ما فيش. مالك يا سي محمود مالك؟ انا نازل. رايح على فين يا سي محمود؟ نازل نازل نازل. هو جرى له ايه يا سي محمود؟ يا سي محمود سي محمود يا اختي، روح إلهة الطقس يا بعيد بعد الشر يا أم، حرام عليك يا اختي حرمة عيشته. مالي نازل جري على السلم زي الصاروخ كده ليه؟ وكان هياخدني في وشه. انت عملت له ايه يا بيه؟ ابدا وحياتك يا اما، كان قاعد يقرا الجنار في امانة الله ومرة واحدة فز وقف وجري. يا حلاوة، يمكن يختي قرا عن وظيفة طلع جارية قبل ما حد يخطف. وظيفة ايه يا اما؟ استني كده، هو كان بيقرا في الورقة دي من الجرنار. ها استقري كده، يعني هيكون ايه يا بيت؟ حد من بقية اهله افتكروا ربنا؟ ده مقطوع من شجرة يا اما. طب بصي يرحمك. مفيش حاجة، استني كده يا اما. ايه يا بيت؟ مأساة نادر. نعم يا اختي. كارثة القطر. آه. لا لا يا اما لا، القطار. ايوه يا بيت، اسمه القطار. القطار. ايوه يا القطار. التي وقعت قرب الجيزة. وقعت قرب الجيزة. وقعت يا اما. معلش يا اما حقك عليا. انا دافعة فيك دم قلب. معلش يا اما حقك عليا والنبي. طب واللي 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 نشرت الصحف؟ أيوة. ابناء ضحاياها. اسم الله يا حبيبتي. لا 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 يا اما لا. انباء ضحاياها. انباء ضحاياها. كان من ضمن الضحايا الطالب ايه يا اما؟ نادر صلاح الدين. وريني كده يا بت. هي دي صورته؟ ايوه يا اما استني بس يا اما استني. وهو ان كان قد نجا من الموت باعجوبه، يا لهوي، الا انه فقد عينه. يا لا 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 يا اما، فقد عينه. يا روح امك يا ابني يا ضنايا. فقد اغلى ما يملك الانسان. لا اله الا الله. وتعيش اسرته هذه المأساة. يا حول الله. ويعيش معاها كل زمايله بالمدرسة والمدرسين. فقد كان نادر طالب معجزة فوق. لا 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 معجزة لا فوق يا اما. لا لا يا فوق يا اما. يا فوق اقرانه. الا قولي لي يا اما هي اقرانه يعني ايه؟ زمايله زمايله. يا اما على ابوكي. كان يا فوق اقرانه في الدراسة. ولو مواهبه المتعددة في الموسيقى والادب. يا روحي يا حبيبي يا ابني، يعني كان متأدب قوي. النبي باين عليه من وشه في الصورة. ولا شك ان الله رحيم بعباده. الحمد لله رب العالمين. والنبي حاجه تقطع القلب يا ام. قريت ايه يا بنتي يا شربات؟ لكن ازاي بس يركبوا له عينين تانيين؟ انت بتخرفي بتقول ايه يا بنتي يا شربات؟ والنبي مكتوب كده يا ام. مكتوب ايه؟ الدكاتره قالوا مفيش فايده من العلاج، ومفيش غير ان حد يتبرع له بعين واحده او اتنين. ده الامل الوحيد. يا كبدي يا ابني، الهي يصبرك انت وامك وابوك. بيت يا شربات. ايوه يما. لكن مال الجدع المهفوف بده بقى كله؟ انا عارفه يما. طب يلا يا روح اما، اقفلي يا اختي باب اوضته كده وامشي قدامي على تحت. امشي. حاضر يما. الو. صباح الخير. صباح النور. مين يا فندم؟ منزل الاستاذ صلاح الدين وجدي. ايوه يا فندم. الاستاذ صلاح موجود؟ انا صلاح. مين؟
محمود الشربيني. اهلا، لا مؤاخذه بس مش واخد بالي. انا قريت اللي مكتوب في الجورنال عن نادر وعايز اقابل سيادتك. ممكن؟ سيادتك دكتور؟ لا بس لو سمحت عايز اقابلك ضروري. طيب يا فندم في اي وقت. قلت لي الاسم ايه من فضلك؟ محمود الشربيني. ممكن اجي دلوقتي يا فندم؟ بس ارجوك لو كنت من رجال الصحافه تعفيني. لا اتاكد اني بعيد خالص عن الصحافه. حضرتك عارف العنوان؟ المعادي. افتكر. ايوه عارف، متشكر. في انتظارك. مين يا صلاح؟ واحد اسمه محمود الشربيني. عايز ايه؟ مش عارف، عايز يقابلني ضروري. ليه؟ الله اعلم، بيقول انه قرا الجورنال. وبعدين بقى يا سامية، احنا هنفضل كده على طول؟ حرام حرام، ليه بس كده يا رب؟ دي حكمته يا سامية، ان نادر يفضل اعمى. استغفر ربك يا سامية. كان خدوا عيني انا، كان خدوا روحي انا. ده الشر عليك يا سامية، كفاية بقى ارجوكي. انا عايزك تكوني معايا لما الشخص ده يجي علشان نشوفه عايز ايه. لو كان عايز يعمل حديث او يتكلم عن نادر في الجورنال. ده بيقول انه ملوش دعوة بالصحافة خالص. طب كفاية بقى، ما يسيبونا في حالنا. صلاح انا مصممة ان اديله عين من عيوني، عين واحدة مش هتأثر فيه. ارجوك يا سامية بلاش تكرر الكلام ده تاني. اديك شفتي نادر قال ايه وعمل ايه لما قلتي له كده. سامية ده حلف انه يموت نفسه. يعني نسيبه كده بقية عمره يا حبيبي يا نادر. ادخل. في واحد بره عايز حضرتك يا استاذ، بيقول اسمه محمود. محمود؟ ايوه. هو لحق يوصل؟ دخليه في الصالون، انا جاي حالا. محمود الشربيني اللي اتصل بسيادتك من شويه. اهلا وسهلا يا فندم. اتفضل يا احتي. اتفضل. اهلا. صباح أهل. الخير. اهلا يا فندم. صباح النور يا فندم. المدام. والدي نادر. اهلا اهلا. يا ترى اقدر اشوف نادر شويه على انفراد؟ نعم لو تكرمتم يعني اقعد معاه شويه على انفراد وبعدين نقعد مع بعض. بلاحظ انكم بتبصوا لبعض يعني في دهشه، ارجوكم تثقوا فيا. ايوه بس احنا لسه ما تشرفناش بمعرفه سيادتك. اتفضلي القهوه يا استاذ. طيب معلش ممكن اشربها وانا قاعد مع نادر؟ ايوه ممكن. ايوه بس ارجوك يا مدام يعني تتمالكي نفسك، انا هقعد معاها 10 دقائق. طيب معاها يا صلاح. طيب نقول لنادر ايه؟ انا هقول له كل حاجه بس سيادتك وصلني القطه من فضلك يعني. طيب اتفضل معايا. عن اذنك. مين ده يا ست سامية؟ ها؟ مين ده؟ ده الأستاذ محمود الشربيني. إيه؟ دكتور؟ لا لا مش عارف عايز إيه. يا خبر، واحد سيبوه وحده مع سنادر؟ ها؟ إيه؟ ليه بتقولي كده يا فاطمة؟ أبدا يا ستي، قصدي مدام ما تعرفيهوش ولا سيدي يعرفه. فاطمة. نعم. دخلي القهوة للأستاذ في أوضة نادر. دي بردت يا سيدي، لما أروح أعمل له غيرها وأديها له. حاضر. صلاح نادر قال ايه لما انا ما دخلتش معاه؟ طلب انه يدخل له لوحده. ها؟ وازاي سيبته؟ حتى مش كنت تعرفهم على بعض؟ ما هو صلاح ليكون صلاح الاستاذ ده شكله غريب قوي، شعره المنكوش وسايب دقنه وزي ما يكون عيان او مجنون. مجنون؟ صلاح سامي انا متهيألي اننا تصرفنا بسرعة. سيدي ايه؟ مالك ايه يا فاطمة؟ جيت ادخل القهوة للأستاذ لقيته قافل الباب من جوه. ايه؟ مالك يا صلاح؟ صلاح صلاح سامية متهيألي ان احنا تصرفنا. سيدي ايه؟ في ايه؟ جيت ادخل القهوة للأستاذ يا ستي لقيته قافل الباب من جوه. ايه؟ صلاح بلغ البوليس بسرعة قبل ما يعمل في الولد حاجة. استني بس، تعالوا معايا تعالوا معايا. لا استني يا فاطمة ما تخبطيش انتي. ودلوقتي حسيبك يا نادر. وهشوفك امتى؟ قصدي هتشوفني امتى؟ قريب قريب قوي.
مؤاخذة، أصل كنا لسه هنخبط عليكم. نادر يا حبيبي، نادر. إيه مالك يا ماما؟ بتحضنيني كده ليه؟ هو صاحب الأستاذ محمود مشي؟ ده أنا بحبه جدا، ليه ما شفتوش من زمان؟ ده احنا بقينا اصحاب خالص. طب شويه وارجع لك يا نادر، خليكي معايا فاطمه. حاضر يا ستي، حاضر. اتفضل استريح يا استاذ محمود، اتفضل. اتفضل. نادر بيشكر في حضرتك قوي. ممكن ورقه وقلم؟ نعم، ورقه وقلم لو سمحت. حاضر، لحظه. اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم، انا ما كنتش فاكر ان نادر لطيف بالشكل ده. ده بس من ذوق حضرتك. وذكي جدا، ربنا يخليه لكم. ميرسي قوي. هنبقى اصدقاء. لا قصدي انا ونادر. اتفضل. الورقه والقلم. ايوه متشكر. ايوه جدع ده، ناوي على ايه يا فاطمه؟ انا قلت لها تعمل لنا فنجان شاي كده. طب خلاص بقى، ما تقدم له سجارة. ايوه معاك حق، نسيت. اتفضل. اتفضل. اتفضل سجارة. متشكر. اتفضل. اتفضل يا استاذ صلاح، اتفضل. ايه ده؟ امسك ورق. اتفضل. انا محمود الشربيني اكتب هذا الاقرار وانا في تمام قواي العقلية وبرضاي التام. ايه ده يا استاذ؟ احنا سامي خدي شوفي كاتب ايه. اقرار على نفسه، عايز يتبرع بعينيه الاثنين لنادر. ارجوكم ما تبصليش كده استاذ محمود، احنا شاكرين لك لكن ارجوك يا استاذ صلاح، انا كتبت لك الاقرار ده وانا مقتنع جدا باللي بعمله. ده نبل منك يا استاذ محمود، بس مش ممكن. وحياتك يا مدام بلاش حكاية مش ممكن دي. بس ده حقيقي، مش ممكن، مستحيل. الشاي. متشكر. اتفضل يا استاذ. متشكر. تفضل يا سيدي، حطي عندك يا فاطمة. شوف السكر يا أستاذ محمود. لا كويس، متشكر. أرجوك يا أستاذ محمود تنسى الموضوع ده وإحنا شاكرين. الله، هتعمل إيه؟ هقطع الورقة. لا لا، استنى يا صلاح. أستاذ محمود حضرتك شاب. أنا آسف، أنا ما عرفتكمش بنفسي. محمود الشربيني إنسان ضايع مقطوع من شجرة، لا له أهل، لا من قريب ولا من بعيد. المفروض كاتب وأديب وشاعر. ايه مالكوا سرحتوا كده؟ ايه بتفكروا سمعتوا عن الاسم ده فين؟ اكيد ما سمعتوش عنه خالص، لكن اكيد قريتوا له كتير وسمعتوا له روايات في الاذاعه وشفتوا له تمثيليات في التلفزيون وروايات في السينما. محمود الشربيني. محمود الشربيني. لا ما تحاولش. امال ازاي؟ ما هدي بقى فزوره. انا اكتب، ايوه يعني انا كاتب صحيح، لكن مفيش ناشر يرضى ينشر لي لاني ماليش اسم. مالكش اسم؟ يعني قصدي اسم له شهرته، يعني عشان يمشي رواياتي في السوق. كذلك في كل مكان الرفض والرفض، كل الابواب انسدت في وشي. عرضت انتاجي على كتير من الكتاب لكن ما كانوش فاضيين يعني يقروا لي. فوت بعد شهر، فوت بعد اسبوع، فوت بعد يومين، وبعد كده اروح اخد اوراقي زي ما هي من قريتش، واسمع النصيحة المتداولة: اقرا كتير يا ابني قبل ما تكتب. في الوقت ده كنت قاري ما لا يقل عن 3000 كتاب. المهم قابلت واحد من اللي بيكتبوا اي حاجة، وليه اسمي زي الطبل، كان جريء، فاتفق معايا انا اكتب وهو يحط اسمه على كتاباتي مقابل مبلغ. كنت تعبت وجعت ويأست، وافقت. ليه وافقت؟ ما كنتش. لا إلا حصل يا مدام، وطبعا فجأة صاحبنا ده بقى يكسب من الروايات الطويلة اللي أنا بكتبها له والتمثيلات الإذاعية والحاجات بتاعت السينما. نهيته أنا نفسي، إيه رأيكم استحليت الحكاية دي وبقيت أكتب لأكتر من واحد وأترجم للكتاب وللأشخاص. بقيت إنسان حي وميت، عايش في أوضة فوق السطوح في بيت الست نعمات، بنت بلد طيبة يعني مستحملاني. اي معلومات تانية؟ استاذ محمود ده كله كويس بس ما يخليكش. مش ده السبب اللي خلاني اتبرع بعناية لابنكو نادر. انا قريت عن الحادثة وقريت كل ال 12 عنها، وعرفت من الجرايد
قد ايه نادر كان تلميذ متفوق في دراسته وعرفته انه نبغى في الموسيقى. سامية سامية مش كده يا سامية. انا اسف يا استاذ صلاح. انا اللي اسفه وارجوك تقبل شكرنا استاذ صلاح. مدام انا همشي دلوقتي، بعد اسبوع بالظبط عايز اقرا في نفس الجريده ونفس المكان اللي اتنشرت فيه ماساه نادر نداء افهم منه انكم موافقين. ان شاء الله. ايوه طب شكرا صلاح. ما تصدقيش يا سامية. لا اقسم لك بالله لو ضحكتوا عليا وما تنشرش النداء ده زي النهارده بالظبط هنتحر وهحملكم المسؤوليه. استاذ محمود انا اقسمت هحملكم المسؤوليه عن اذنكم. استاذ محمود استاذ محمود استاذ محمود. لحقته؟ ما رضيش اتفاهم معاه، شخصيه غريبه. تفتكر بيتكلم جد؟ زي ما انت شفت يا سامية. طب والعمل؟ مش عارف سامية، من فضلك خليهم يعملوا لي فنجان قهوة. ها والعمل يا سامية؟ مش عارفة، صلاح هيبلغ البوليس النهاردة. البوليس؟ يعني هنعمل ايه؟ دي مسؤولية يا هند، افرضي عملها وانتحر. ايوة هيبقى ذنبه في رقبتنا، حرام، ده لسه العمر قدامه، ذنبه ايه المسكين؟ طب وهو ساكن فين؟ ها؟ مالك يا سامية؟ تصوري؟ في ايه؟ فاتنا ناخد عنوانه، طب وبعدين؟ طيب صلاح هيبلغ البوليس و... ايه؟ لحظة. الو؟ منزل الأستاذ صلاح؟ أيوة، مين يا فندم؟ أنا محمود الشربيني. أنا المدام. آسف للإزعاج، الأستاذ مش موجود؟ خرج. والله كنت عايز أقول له حاجة لو سمحتي. اتفضل. البوليس. البوليس ماله؟ أرجوكي محدش يحاول مع البوليس بخصوص الموضوع اللي اتفقنا عليه. قصدك إيه؟ وحياتك تفهم الأستاذ إنه مفيش حد هيعرف مطرحي لغاية يوم نشر النداء في الجريدة. أرجوك يا مدام تحققي للرغبة دي. أستاذ محمود أنا عايز أقول حضرتك ما اديتلاش عنوانك. الو الو الو. قفل السكه يا ستي. ساميه انت جرالك ايه؟ ده محمود. محمود؟ ها؟ ايوه الاستاذ محمود الشربيني. لكن عارف ازاي؟ عارف ايه؟ ها؟ حكايه البوليس بيخدرنا علشان ما نبلغش. حاولت اعرف عنوان. مساء الخير. اهلا صلاح. يا ريتك كنت بدرت شويه يا صلاح. ايه مالك؟ كان إيه؟ بيكلمني دلوقتي محمود الشربيني. اتكلم. يا ترى عرفتي عنوانه؟ تصور يا ساميه بعد ما بلغت البوليس سالوني عنوانه ايه ما عرفش. انت بلغت البوليس؟ الله انا مش قايل لك اني رايح ابلغ. صلاح الاستاذ محمود بيحذرك من تبليغ البوليس. ليه؟ بيقول ان ده مش هيمنع عمليه الانتحار. بيقول ان ما حدش هيعرف مكانه و... مش عارف اعمل ايه. سامية حبيبتي مش وقته ده دلوقتي. طب وبعدين وهتعمل ايه صلاح؟ حقيقة هند مش عارف مفروض اني ابلغ عن المكالمة دي برضه. لا 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 يا صلاح لا. ما هو يا سامية لازم حضرة الضابط يكون معانا في الصورة اول باول. غريب قوي الراجل ده، معنى اصراره انه جد فعلا في تهديده بالانتحار. بقول ايه يا صلاح؟ كلمت الدكتور عز الدين؟ ايوه كلمته واتفقت معاها ان هروح له الليله. لكن الضابط قال لك ايه؟ ايه صحيح قال لك ايه يا صلاح على الموضوع ده؟ قال ان احنا لازم نوافق. ايه وهتعمل ايه يا صلاح؟ مش عارف، مفروض ابلغ عن المكالمة دي برضه. لا يا صلاح لا اعمل معرفة. ما هو يا سامية لازم حضرة الضابط يكون معايا في الصورة اول باول، معنى اصراره انه جد فعلا في تهديده بالانتحار. كلمت الدكتور عز الدين؟ ايوه كلمته واتفقت معاها اني اروح له الليلة. لكن الضابط قال لك ايه؟ ها؟ صحيح قال لك ايه يا صلاح؟ على الموضوع ده؟ ها؟ قال لازم نوافق. نوافق؟ ما تخافيش كده يا سامية،
دلوقتي الشخص ده هدد بالانتحار. وعلى رأي حضرة الضابط مش بعيد أبدا يكون صادق، وفي الوقت نفسه ما نعرفش عنوانه، فلازم ننشر النداء في نفس الموعد المتفق عليه ونطمنه، وبعد كده هم هيحاولوا معاه بقى. استاذ صلاح. ايوه ايوه يا فاطمه، في ايه؟ في واحد عايز حضرتك. واحد مين؟ اسمه الاستاذ عبد الباقي. عبد الباقي؟ اه. عبد الباقي مين؟ انا عارفه بقى يا سيدي. طيب عن اذنك يا هند اتفضل. يا ترى يطلع مين ده كمان؟ مسكين صلاح، اعمل ايه بس يا هند؟ قلت له يروح شغله اهو، على الاقل يستريح من التفكير اللي على طول ده. مش راضي. والشركه مديها له اجازه مفتوحه، انت عارفه ما بياخدش اجازات الا نادر. بس كده حرام يا سامي، انت مش شايفاه خسس اليومين دول ازاي؟ دايما سرحان. بايدي ايه بس؟ ساميه هرجع واقولك انك برضو السبب. كل ما بيشوفك زعلانه كده طبعا بيتضايق. مفروض يا ساميه تعيشوا حياتكم، لكن لو هتفضلوا على كده انتوا الاتنين هترقدوا جنب نادر. ده قضاء الله ولا اعتراض لينا. وبعدين يا ساميه هنرجع تاني للدموع. لا يا هند لا. ستي ستي ستي، عارفه يا ستي الاستاذ عبد الباقي ده طالع مين؟ اوعي تقولي بوليس. بوليس؟ بوليس ايه يا ستي؟ والبوليس ماله مالك يا فل الشر؟ امال مين يا فاطمه؟ الخوجه. الخوجه؟ ايوه يا ستي، خوجة سنادر في المدرسه، الخوجه بتاع العربي بتاعه. مدرس العربي؟ ايوه يا كبدي يا سنادر، فرح بيه قوي قوي، والخوجه خده على صدره كده وفضل يبوس فيه وهو بيقول للاستاذ صلاح ده احسن تلميذ عندي، اذكى واحد علم وادب واخلاق. حبيبي يا ابني حبيبي. لا لا يا نادر يا ابني، ما تخلينيش ازعل منك. مش عايزه اكمل، مش عايزه اذاكر. لا لا يا نادر، انا عهدت فيك العقل الكبير رغم صغر سنك. يا ابني انا هشرح لك الدروس واكتبها لك، واي واحد ممكن يقراها لك، ولازم تدخل الامتحان السنة دي. لا لا، ادخل الامتحان ليه؟ انجح ليه؟ ابعدوا عني، سيبوني في حالي، سيبوني في السجن اللي انا فيه. يا ترى بتبصولي ازاي دلوقتي؟ بتتغمسوا عليا ولا لا؟ استاذ عبد الباقي، انا اعمى اعمى. نادر حبيبي بس 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 يا حبيبي، ماله يا صلاح؟ ابدا، ده الاستاذ عبد الباقي مدرس نادر في المدرسه. اهلا وسهلا، لا مؤاخذه ما سلمتش. انا اللي اسف يا مدام، وارجوكي تطمني وما تنزعجيش كده، مفيش حاجه. ها، هل هدات اعصابك فوق صبر امك يا نادر؟ ها، انا متاسف يا استاذ عبد الباقي. اسفك غير مقبول يا نادر، الا اذا وافقت على اللي قلت لك عليه. يا استاذ عبد الباقي، انا مستعد لكل المصاريف اللازمه. مصاريف ايه يا استاذ صلاح؟ احب اقول لك اني بتكلم باسم كل مدرسين نادر، وكلنا يشرفنا ويهمنا اننا نكون في خدمه واحد زي نادر. المستقبل قدامه باسم والبلد محتاجه ليه. لكن انا اعمى اعمى يا استاذ عبد الباقي، اعمى اعمى، عايزه اموت عايزه اموت. كفايه يا حبيبي، كفايه كفايه ابني، كفايه يا حبيبي. استاذ صلاح. نعم. انا وكل زملائي في المدرسه تحت امرك، وبكرر ما تشغلوش نفسكم من ناحيه الدروس ولا من ناحيه. كفايه كفايه كفايه، انت كفايه. استاذ، من فضلك يا مدام قومي من جنبه. نادر صلاح الدين. نعم نعم يا استاذ عبد الباقي. استمع الي، ساقرأ لك، وعليك ان تعرف من هو الشخص الذي ساحدثك عنه. مفهوم؟ مفهوم يا استاذ. لم تكن بداية سهلة ولم تكن نهاية سهلة، وبين هذه وتلك استطاع ابن القرية، قرية الكوم في صعيد مصر، وابن حارس غيط قصب السكر، أن يشق طريقه لرحلة حياته التي امتدت 84 عام. نحت فيها شخصيته، فخرج من دائرة الفقر
وعتمة جاهلية ريفنا إلى نور الفكر، يتحسس في خطواته وهي ما زالت في براءة طفولته الأولى بعد أن حرمه القدر والجهل نور البصر، فأصبح أعمى يقود أصحاب الرؤية وهو يطلب العلم في الأزهر، ثم وهو يطلب العلم في الجامعة، ثم وهو يطلب العلم في خارج مصر في فرنسا، فيعود ليكافح وينشر النور، نور الثقافة التي جاهد ليقتني مفاتيحها، ويصبح أستاذا فمؤلفا ثم عميدا فوزيرا، ينادي بأن يصبح التعليم في متناول الشعب، كل الشعب، كالهواء والماء. من يكون يا نادر؟ الدكتور طه حسين. أكمل. عميد الأدب العرب، أول أديب مصري. أكمل. يحصل على جائزة تقديرية من الدولة، وهي أعلى جائزة تقديرية منذ 11 عاما أهدته الدولة. أهدته إيه؟ أستاذ عبد الباقي. أهدته إيه؟ قلادة، قلادة النيل، وتعتبر أرفع الأوسمة. بارك الله فيك يا نادر، صدقني هيكون لك شأن كبير بإذن الله، وبشيء من الإرادة والحزم مع الذكاء المعروف عنك وحبك للعلم هتجتاز كل العقبات. ودلوقتي أستأذن ولي معاك لقاء تاني يا نادر. السلام عليكم. مع السلامة يا أستاذ عبد الباقي، متشكرين جدا. مع السلامة. تفضل. والنبي فيها الخير يا سامي. أستاذ عبد الباقي كان بيحبني قوي. وانت يا نادر، مين عارفك وما حبكش يا اختي؟ يا صلاة النبي، الله، مالس نادر بقى مكشر ليه؟ أبدا مش مكشر ولا حاجة. سيبي دلوقتي بقى يا فاطمة. أسيبه ده يا ستي وأنا أقدر؟ اسمع بقى يا سنادر، ده أنا مجهزة لك شوية نكت، إنما إيه، وحياة النبي ومن نبى النبي نبي، إن ما ضحكوك لكون رايحة للأسطى أحمد وطبقة على زمارة رقبته. يا اختي ما تضحك بقى يا أخويا. يا بنتي قلتي لسه قلتي حاجة. يوه قولي لي بقى، إيه حكاية الأسطى أحمد ده؟ ده مزير يا ستي. وهتطبقي على زمارة رقبته ليه؟ أصله حلاق وبيع نكت، ومش معقول يعني أشتري منه نكت ما تضحكش. شوف بقى يا سنادر. فاطمة. سامعني يا سنادر؟ ما تقولي بقى وخلصينا. ايه تقول ايه؟ يوسف صلاح، دول كام نكتة كده عشان يضحكوا سنادر. نادر بس؟ الكل يا سيدي. إله يرجع الضحكة الحلوة اللي كانت دايما مالية الفيلا يا رب. طيب قولي يا فاطمة. بس اسمعوا، لو حلوين اضحكوا، ولو وحشين بقى محدش يضربنا. يا سلام. ايوه كده بقى، افتحوا نفسي. شوفوا، واحد راح يخطب واحده من والدتها، سالته بتشتغل ايه يا ابني؟ قال لها دكتور اطفال. راحت شها وقالت له طب ليه يا ابني ما كملتش؟ واحد بيربي فراخ في قفص صدره. واحد معلق مفاتيح في سلسله ظهره. واحد اشترى فوطه عشان ينشف بيها ريقه. واحد اشترى سكينه عشان يقطع بيها رزقه. واحد اشترى نظاره عشان يشوف بيها الذل بعيد عنه. واحد اشترى عربيه عشان يسوق بيها الهبل. ايه ده يا فاطمه؟ ده هو كله واحد واحد. خلاص ولا تزعل يا سيدي. واحده بتطلع مسدس من شنطتها عشان ترفع بيه حواجبها. واحده غسلت فستانها ونشرته في الجرايد. كفايه بقى، كفايه يا فاطمه. اسم الله اسم الله، سنادر بيضحك. سي محمود، سي محمود. ايوه يا شربات. ما هو مش معقول بالك اسبوع وانت قاعد للنهار تكتب كده. الحمد لله، انا كنت بترجم كتاب كان لازم اخلص منه عشان اجيب فلوس. تقوم تتعب نفسك بالشكل ده؟ ايوه يا شربات، كان لازم اعمل كده، كان لازم اعمل كده عشان اسدد الايجار لوالدتك
وادفع الديون اللي عليا لعم حنفي البقال وعم حسني بتاع السجاير. انت بس شايل هم الايجار ليه بس يا سي محمود؟ خايف من امي؟ طب والنبي ما كانت هتعمل لك حاجه؟ لكن برضو لازم اسدد الايجار، كتر الف خيرها مستحملاني كتير. تعرف يا شربات؟ ايوه يا سي محمود. يمكن دي اخر مره همسك فيها القلم. ليه يا سي محمود؟ لقيت شغلانه تانية؟ شغلانه؟ ايوه، اعظم عمل انساني وهيقبضوك فيها كتير. ايوه اجرها كبير، كبير قوي، وحكون مرتاح الضمير ومبسوط. الهي يريح قلبك يا سي محمود. ممكن بقى تاكل اللقمه دي وتشرب الشاي قبل ما نبتدي الحكايه؟ لا، ما قلت لي خلصت يا شربات. يا شربات بيت، يا شربات. عن اذنك يا سي محمود. مع السلامه. اتفضلي. انا متشكر قوي يا شربات. على ايه بس يا سي محمود؟ ده انا اخدمك بعيني. يا شربات. ايوه لما دي نازله يا بنت. انزلي انزلي تعالي اسنانك. ايوه يما عايزه ايه؟ يا هو انا كل ما اكلمك تقولي ايوه يما عايزه ايه؟ استنى انا اجيلك انا بنفسي. ده انت اتهبلتي ولا ايه؟ انت يا بنت جرى في مخك حاجه يا بنت؟ في ايه بس يما؟ يا اختي شوف البيت. يما بلاش اطلع فوق السطوح هتهوى يعني. والنبي ايه بقى بتطلعي السطوح يا عين امك تتهوي؟ هو انا يما اخرج تقولي لا انت كبرتي ومبقاش لك خروج؟ اطلع السطوح تعملي لك دوشه؟ لا ما هو لا يا شربات، ابعدي عن الجدع ده. ماله بس الجدع ده يما؟ ده ابن حلال مصفي وحياتك. ده طول ما انا واقفه معاه ما بيرفعش عينه. وايه بس اللي بيوقفك جنبه؟ عايزه منه ايه يا اختي؟ لازقاله ليه يا عين امك؟ ابوكي اخوك يا اختي، ابن عمك يا دنايا، ابن خالتك يا روح امك. والنبي والنبي لو كان لي اخ من امي وابويا ما كان يبقى في حنيتي محمود يا امي. بيت يا شربات. ايوه تكونيش رامي عينك عليه يا بيت. سي محمود كلام ايه ده بس يما؟ كده طب خشي يا اختي اغسلي المواعين اللي في المطبخ. والنبي لكم مطفشه من هنا. اوعي يما اوعي. والنبي يا اختي بسم الله الرحمن الرحيم. من اللي حيجينا الساعه دي بدري كده؟ مالك يما صحي بدري ليه؟ معرفش يا اختي، سمعت خبط كده على باب الشقه. خبط؟ ومين اللي حيخبط علينا دلوقتي؟ انا عارفه يا اختي. انت هتفتحي يما؟ هفتح. مفتحش ليه؟ يا اختي اسمع الله. هو انت؟ ايوه ست نعمات. صباح الخير. انا اسف لكن لازم افوت عليكي قبل ما امشي. تمشي؟ مين ياما؟ أما سي محمود. صباح الخير يا شربات. يسعد صباحك يا سي محمود. يا حلاوة. تمشي على فين بقى؟ لقيت لك شغلانة؟ نويت تغير عتبة البيت؟ ما أنا عارفة صنفك وصنف نمرود. إيه حكايتك ياما؟ حكايت أنا؟ اسألي سلفاند اللي عايز يمشي. يا ست نعمات اديني الفرصة الأول. ممكن أدخل؟ اتفضل اتفضل، ده بيتك ومطرحك يا سي محمود، مش كده ياما؟ كده يا روح قلبي. أتكلم دلوقتي على طول ولا بعد ما نفطر ونشرب الشاي؟ أنا جايب معايا فطرتين كبار يستاهلوا بقك يا ست نعمات، إيه رأيك؟ يا جدع أنت إيه حكايتك؟ انت لحقت تنزل الشارع قبل كده وجايب الجرنان والفطير اللي بتقول عليه، ولا كنت بايت برا ولسه جاي؟ ما كنتش بايت برا ولا حاجة. يلا يلا الاول بسم الله بسم الله. ناكل مع بعض لقمة. اقعد يا شربات اقعد. طب احط مية الشاي. ناكل عيش وملح الاول مع بعضينا. اقعد. يلا يا ست العمات مد ايدي. يلا يلا. واه يا اختي ده وده عيش وملح بقى الفطير ابو سكر يبقى عيش وملح؟ يعني اول مره نتلم فيها كده هناكل فيها ايه غير حاجه حلوه زي كده يا ست العباد؟ لا لا ما هو لا جدع انت، اكيد انت مش طبيعي. انا شاكه فيك، انت ناوي على حاجه؟ اكيد مش ناوي تدفع الايجار الشهر ده والمتاخر عليك. خليكي شاهد على والدتك يا شربات. والنبي دي بتعزك قوي. يا اختي ولا عز ولا حاجه، خساره العشره. اول ما قالوا شغلانه عايز يمشي من البيت. والنبي تاكلوا عشان نعرف نتكلم مع بعض. يا ترى ايه يا شربات؟ يكون شناوي ده كان يبقى يوم المنى. لكن اللي ناوي على حاجه زي دي
اللي يجيبه الصبح بدري كده؟ ما تاكلي يا بنتي يا شربات، سرحت في ايه كده؟ ايوه يا امي. الحمد لله. الشاي جه في وقته. ما بلاش السيجاره دي، هو انا كان ليا غيرها في مشوار طويل. ست نعمات. ايوه يا اخويا. ادي يا ستي الايجار المتاخر كله. الله. وكمان شهر مقدم. طب وايه اللي غصبك تدفعهم كلهم كده مره واحده؟ ها هيفضل معاك ايه؟ والنبي انت اطيب ست شفتها. امسكي الخير كتير، كتر الف خيرك. الله، على كل حال الفلوس اهي موجوده في اي وقت. عارف عارف يا ست نعمات. لكن قول لي ايه حكايه المشي ده؟ ها انت ناوي تسيب الاوضه؟ ايوه. يو ايوه ناوي اسيبها زي ما هي. يعني ايه ست نعمات؟ انا همشي دلوقتي بعد ما اخرج من هنا، قلت لازم اقعد القعده العائليه دي معاكم، لاني صحيح في نيتي ارجع تاني، لكن مش عارف ايه هتكون الظروف. الله، ايه الحكاية يا محمود يا ابني؟ الله، وحياة بنتك شربات لا تقوليها تاني، وحياة بنتك شربات لا تقوليها تاني. الله الله، بقالي سنين طويلة ما سمعتهاش بنفس الصدق والرنين. محمود يا ابني، كان بتقولها والدتي الله يرحمها دايما بنفس الطريقة اللي قلتيها انت دلوقتي. يا ابني انت ملك كده زي ما تكون بتودعنا؟ انت رايح فين يا محمود؟ صحيح في شغلانة لقيتها؟ اوعى تكون ناوي على حاجة مش كويسة. ابعد يا ابني عن الطريق البطال. وحياة الست نعمات انا ماشي في طريق الخير، وده كل اللي اقدر اقوله لكم دلوقتي. طيب ما تخلي الفلوس دي معاك وبعدين تبقى. لا لا لا، كتر خيرك، لو كنت محتاج لهم كنت قلت لك، او كنت مشيت من غير ما فوت عليكم. الله، تكونش مسافر يا ابني؟ مسافر ومش مسافر. لا دي فزوره دي ولا ايه بقى؟ لغايه دلوقتي. الله الله، شربات ايه الدموع اللي على خدك دي يا شربات؟ اما اقوم اعمل لك فنجان قهوه يا ابني بايديا. ضيع عليك النبي، ما تسيبني يا زي محمود. الله صلي عليك يا نبي. بس يا شربات، انا مش عارف اقول لك ايه. ده انت اللي كنت عامل البيت حس يا سي محمود. وحاسب لك مفتاح الأوضة يا شربات، تاخدي بالك منه؟ هتكون في عينيا يا سي محمود، بس لو اعرف انت رايح فين. هو انت رايح بعيد؟ بعيد ومش بعيد، مسافر ومش مسافر، بعيد ومش بعيد. وخايف اسألك جاي تقولي جاي ومش جاي. أنا هستناك يا سي محمود. لا لا يا شربات، لا أختي شربات، لو جالها حد وتقدم وكان كويس أنا موافق. أنا مش عارف أشكرك إزاي على اهتمامك بيا طوال الأيام اللي عشتها هنا يا شربات. ربنا حيديلك على قد نيتك وطهرك وجمالك ده. انت بتقول ايه؟ وحياتك ده اللي حصل، الدكاتره كلهم حاولوا يقنعوه، حضره الضابط كمان حاول من ناحيه، نفس نادر حاول معاه. ابي محمود. ايوه نادر. احنا مش اتفقنا نبقى اصحاب من اول مره زرتني فيها؟ ايوه. طب وحياتك بلاش تصمم كده، خليك معايا زي ما انت، وتبقى عيني اللي بشوف بيها، ايديا اللي بكتب بيها، تساعدني في القرايه والكتابه، وبكره نفضل مع بعض على طول. لكن تديني عينيك؟ لا لا. نادر، هتبقاش صاحبي لو رفضت. انا ده انا قصدي برفضك يبقى قصدك تخليني انتحر يا نادر، تقتلني يعني. طب هقبل عين واحده، واحده بس. الاثنين. وانت؟ انا شبعت من الدنيا يا نادر، شبعت قوي قوي قوي،
شفت منها كتير جدا واكتفيت باللي شفته. أخذوا عليه الإقرارات اللازمة. وهو فين دلوقتي؟ في الأوضة مع نادر في المستشفى. هو نادر هيقعد هناك لغاية ما يعمل العملية؟ أيوة يا سامي. إيه يا سامي بس؟ هو صحيح لسه بدري على العملية، بس في إجراءات وفحوص لازم تتعمل. وتفتكر يا صلاح نادر هيرجع يشوف تاني؟ ده معقول؟ ربنا قادر على كل شيء يا سامي، ربنا قادر على كل شيء. مين عارف، يمكن ربنا بعت لنا الأستاذ محمود ده صلاح. أيوة سامي. مش عارفة، متهيألي إن... إيه في إيه يا سامي؟ عايزة أقول مدام الأستاذ محمود أصر على إنه يتبرع بعينيه الاتنين ليه ما نعملوش حاجة؟ حاجة زي إيه؟ أنا مستعد يطلب اللي يطلبه وأنا مستعد. لا لا، مش قصدي يعني أضعف الإيمان، نسأله بطريق غير مباشر يحب يشوف ايه زي المحكوم عليه بالاعدام، مش بيسألوه نفسه في ايه. فهمت قصدك يا سامية، فهمت. وياريتك انت تقومي بالمهمة دي. انا؟ او على الاقل تقنعيه انه يخرج شوية معانا. بيني وبينك يا مدام، حاجات كتيرة في مصر ما شفتهاش، لكن ما لكنش. قول زي ايه؟ من غير لف ولا دوران يا مدام، حضرتك عايزة تفرجيني على الدنيا مش كده؟ لا ايوة قصدي مش بالطريقة اللي انت فاهمها دي، لكن متشكر. اطمئني، انا عندي حصيلة كويسة تكفيني لبقية العمر، ولو سمحتي لي اقول كفاية اني املى عينيا من نادر، حضرتك، أستاذ صلاح، ودادة، فاطمة، مجموعة من الناس بيضمها مكان واحد وبيضمها خلق واحد، الطيبة والحب. خلاص أنا جبت موافقة الدكتور، هتخرج معانا يا أستاذ محمود إجباري. ونادر؟ نادر رفض، لكن هو مصر إنك أنت تخرج معانا. يا ترى هتكسب صاحبك نادر كمان؟ لا، أنا تحت أمرك. مسيا محمود، قصدي يا أستاذ محمود، يلا بينا، العربية جاهزة. تحب تشوف ايه؟ ها؟ اي مكان، اي شخص، اي ملهى، اي حاجة. عايز الحق يا استاذ صلاح. عايز املى عينيا من منظر النيل، من لون الارض، من السماء. دول هم مصر، نيلها، ارضها، سماها، وكل شيء عظيم بعد كده نابع من دول، ابن دول، مدين لدول. مهما كان ضخم اذا كان عمل او مشروع، ومهما كانت شخصيته اذا كان انسان مصري، دول المنبع الحلو دايما. لكن الإنسان هو اللي أضاف المر. فيلسوف؟ أبدا، بس لو فكرت أو قريت هتلاقي إن طبيعة الأم، قصدي مصر، بنيلها، بأرضها، بسماها، دايما خيرة، دايما سخية، دايما حنونة، دايما كريمة. وأي شيء عظيم فوق أرضها الفضل فيه يرجع ليها كأم. أم ولدت أبناء عظماء. تحب نقف هنا شوية على النيل نشوف الشمس وهي كملي يا مدام، وهي بتغرب مش كده؟ حتى لحظات الغروب رائعة لأنها بتغرب بحكمة. ممكن نقف هنا شوية؟ تحب نقف هنا شوية على النيل نشوف الشمس وهي كملي يا مدام، وهي بتغرب مش كده؟ حتى لحظات الغروب رائعة لأنها بتغرب بحكمة. ممكن نقف هنا شوية؟ ايه سرحت في ايه يا أستاذ محمود؟
يا ده مش معانا خالص. معاكم؟ لا، مع الشمس اللي سايبانا وبتغرب. بتغرب علشان تسري الحياة والفيء لجزء تاني من العالم. قصدي اقول انها بتدي برضو. كل اللي بتمناه ان نادر يشوف بعينيا بعد العملية غير اللي شفته انا بيها. استاذ محمود، انتم مش شايفين اننا بقينا اهل؟ طبعا طبعا. ومدام طبعا طبعا، افتكر تنادوني محمود من غير القاب كده استريح اكتر. محمود. ايوه. ارجوك لغاية اللحظة دي ممكن تعيد التفكير، ممكن تتراجع عن قرارك، ممكن تحتفظ بنور عينيك. مدام سامي، لسه كنا بنتكلم عن الشمس. ايوه. وانا بعتبر عيني دول شمس، شمس هتغيب عني عشان تنور في الوقت نفسه مكان اخر. ما تنسيش ان الشمس بعد ما بتغيب برضو بتنور المكان نفسه اللي هو الليل عن طريق القمر. ارجوك، انا مرتاح جدا للعمل اللي اقدمت عليه. ما هو اصلا بس ممكن نتكلم في اي شيء تاني؟ ما حدش فيكم دفعني او اجبرني اني اتبرع بعيني. الحقيقة انا مش عارف اشكرك ازاي يا استاذ قصدي يا محمود. عايز تشكرني؟ طب انسى انك مفروض تشكرني. دلوقتي يلا بينا نطلع الهرم. ده بقى هرم خوف. عارف، وده هرم خفرع صغير خالص، ده هرم منقرع. وادي يا ابو حنفي البرج، بص بقى ادي القاهرة كلها في احضان عينيك. حلوة حلوة. وهنا بقى قطعة من ريف مصر، جنة الله في الارض. عن اذنكم خمسة. الله، ده راح ناحية النيل ومش باين. تلاقيه ورا الشجرة اللي هناك دي بيستلهم النيل والنخيل. ها؟ يا سلام يا سامية، مين كان يصدق ان ده يحصل؟ الحمد لله فعلا فرجه قريب. بكرة يرجع لنادر نور عينيه واشوف تاني الابتسامة الحلوة فوق الشفايف الحلوين دول. لا يا صلاح، محمود يشوفنا. مش وقت يا حبيبي، تعال ننده لمحمود علشان يرجع بقى. يلا روح انت اندهي له، انا هفضل هنا شوية. اشكرك يا رب، اشكرك اشكرك. ابني وحيدي هيشوف تاني. الحمد لله الحمد لله. صلاح صلاح، محمود انتحر يا صلاح. ايه يا سامية؟ ايه يا سامية؟ سامية سامية في ايه؟ انت بتقولي ايه؟ مش ممكن مش ممكن ابدا. خدوا معايا. وهو الله، بص هناك. يا سامية حرام عليكي، وقعتي قلبي يا شيخ. ده بيعوم هناك اهو. ده بيشاور لنا. عايزنا نبعد من هنا علشان يطلع ويلبس هدومه. طب تعالي تعالي. اما اتخضيت خضه، يا ساتر يا رب. ومن سمعك، ده هو املنا الوحيد. قد ايه احنا انانيين يا صلاح. ها؟ بذمتك بذمتك، خوفك لما عرفت انه انتحر كان لعملية انتحار انسان فعلا، ولا خوفك من ضياع امل انقاذ نادر؟ عايز الحق، اول ما فكرت في نادر. وانتي؟ ما اكدبش عليك يا صلاح، في اللحظة دي فكرت في محمود وليه يعمل كده، وبعدين افتكرت في نادر. على كل حال، محمود موجود، ما انتحرش، وتفكيرنا ده ملوش اي لزوم. هو صلاح. طيب. وحياتك يا فاطمه، سيبيني في حالي، انا مش رايقالك. الله، مالك يا دادا زينب؟ بليش. لا ليكي، اقولك انا، انت متقريفه من ساعه ما جت الست عليا هاني. يا فاطمه، ده سينادر يا فاطمة. سينادر؟ ماله سينادر يا دادا؟
دلوقتي بيعملوا له العملية. العملية؟ ايوه يا فاطمة. ما قالتليش يعني ست سامية كنت روحت معاه؟ هتروحي تعملي ايه يا فاطمة؟ ما كنت روحت انا. على كل حال ست هند معاهم وجوزها سي جمال. لطفك يا رب يا لطيف بالعباد يا رب. انا متهيالي البس واروح لهم. يا لا يا فاطمة لا، الست موصياني نفضل هنا. يا خبر، ده الواحد ما بقاش فيه مخ خالص. في ايه يا دال؟ وحياتك يا فاطمة اعملي كوباية شاي لعم امين وانزليها له. حاضر يا دال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يا رب يا كريم يا عليم، الطف الطف بن قادر بن صلاح الدين. يا رب يا رب، انت شايف حالهم وجد ايه القلب بطاحهم موجوع. يا رب يا رب، ده واحد بن آدم طيب كويس، ارحمه برحمتك يا رب. حرما يا عم امين. حول ولا قوة الا بالله، جمعا ان شاء الله عند النبي يا فاطمة. اتفضل الشاي هو يا عم امين. اه كتر خيرك. يا سلام، والله جيب في وقته مزبوط. ها اقول يا فاطمة يا بنتي. يا رب. ايوه والنبي يا عم امين، ادعي والنبي لسنادر ربنا ينجح له العملية ويرجع يشوف تاني. والله يا بنتي انا بندعي له ليل ونهار وفي كل فريدة. يا سلام، نادر ده ما حبيبي. ده حبيبي الكل يا عم امين. ايوه ربنا معاه، العملية مش ساهل لكن ربنا كبير يا فاطمة. والله يا عم امين متهيألي ان انا عايشة في حلم، بقى ينقلوا عينين واحد للتاني ويرجع يشوف بيها. الله ربي، العلم يا فاطمة العلم. انت مش سمعت انهم بيشيلوا القلب بتاع واحد ويحطوه في صدر واحد تاني؟ اه زمن عفاريتي. لا يا فاطمة شوفي، البني ادم بقى ربنا سبحانه وتعالى اداله مخ علشان يفكر. وكل ما يكون فيه علم وتفكير مزبوط يكون فيه تقدم في كل حاجة. قادر على كل شيء. ايوه كل شيء باذنه وفضله. وبعدين معاك يا صلاح، على كده سامية ليها حق اعصابها كنت الفانة. جمال تفتكر العملية هتنجح؟ صلاح صلاح يا حبيبي، الدكتور عز الدين قال انها مش اول حالة، ممكن بقى تهدى وتتمالك اعصابك شوية. وكفاية سجاير يا اخي. ايوه سامية يا حبيبتي، يا سامية يا حبيبتي، مش كده ابدا. مش قادرة يا هند، غصب عني. تحب نروح نقعد مع صلاح وجمال هناك في الاستراحة؟ لو حياتك يا هند خلينا هنا، مش عايزة صلاح يشوفني وانا في الحالة دي ابدا. هند. ايوة يا سامية. طب العملية هتنجح مش كده؟ ايوة. ونادر هيبقى كويس مش كده؟ ان شاء الله. ده كان له احلام واماني يا هند. وان شاء الله هيتحقق كل امانيه واحلامه. شايف انهم اتأخروا قوي وجوه في اوضه العمليات. لا اتأخروا ولا حاجة، بس حضرتك مش عايز تقعد وتستريح. ايه انت هتفضل واقف كده؟ تعرف يا جمال الاستاذ محمود ده، قول لي صحيح، الواحد يكافئ اللي زي ده ازاي؟ تعرف انا مستعد اتنازله عن كل ما املك. ايوه يا سيدي، الراجل ما طلبش منك اي حاجة، ولا نسيت لما كلمناه في الموضوع ده عملي؟ والنبي لكون مديونه له العمر كله يا هند، ده ملاك فعلا، ده انسان طيب يا سامية. والطيبة دي الواحد يكافئه ازاي عليها بس؟ لهم اتأخروا كده في العملية. سامية انت رايحة على فين؟ طب استني خديني معاكي. نادر من فضلك يا مدام، من فضلك، هو لسه تحت تأثير البنج. والعملية؟ ايوه يا دكتور. مبروك يا استاذ.
العملية نجحت والحمد لله. صحيح، بتتكلم جد يا دكتور؟ العملية نجحت يعني؟ ايه ده يا بنتي يا فاطمة ده؟ سيبيني يا دادا وحياتك سيبيني. تاني ساتر يا رب. لحقت تسمع الزغاريت وراها ايه؟ ما هي قاعده للسقطه واللقطه. فاطمه. ايوه يا دادا. اسمعي. نعم. قومي هاتي لي المبخره من المطبخ وشويه بخور. طب لما يجي سنادر بالسلامه نبخر الفيلا كلها الاول دلوقتي، ولما يجي نبقى نبخره ونرقيه. هم اتاخروا كده ليه يا فاطمه؟ دي الست ساميه قالت لي انهم جايين على طول. صلاح. ايوه يا سامي. هنعمل ايه دلوقتي؟ صلاح. ايوه يا سامي. هنعمل ايه دلوقتي؟ قصدي بالنسبه للاستاذ محمود. ايوه صحيح يا سامي، مفروض ده في واحده اسمها الست نعمات قاعده منتظره. يعني ايه تطلع؟ مين الست نعمات دي؟ قريبته؟ لا، صاحبه البيت اللي كان ساكن فيه. صلاح. على كل حال انا عامل حسابي، محضر له ظرف فيه مبلغ كويس قوي. صلاح. سامي هو لازم ياخد الفلوس دي، امال هيعيش منين؟ انا هعمل له مرتب شهري كمان. لا يا صلاح، انت عارف انه بيزعل قد ايه لما حد بيكلمه في الموضوع بتاع الفلوس ده. طب هنعمل ايه؟ ما هو مش ممكن نسيبه كده ابدا. نسيبه؟ صلاح رايك في ايه؟ رايي في ايه؟ صلاح محمود ادى لابننا اعز ما يملك. أيوه. نور عينيه. أيوه. وافتكر مش ممكن احنا نقف عاجزين كده، اللي كان مفروض نفكر فيه من بدري. انا بقول فيها ايه يعني لو صلاح. نعم. الأوضة اللي في الجنينة ما هي فاضية و إيه؟ يعني كنت بقول نوضبها له ويقعد فيها. اديك شايف نادر متعلق بيه ازاي، واسمنا برضو. والله فكرة سامية، دي حكاية كانت غايبة عن بالي خالص. صحيح يا صلاح. مش بقولك أنا من غيرك ولا حاجة. تعالي يا حبيبتي تعالي. أهلا بابا. الله، أستاذ محمود ايه لسه ما لبستش؟ لا مؤاخذه، ضروري حضرتك الست نعمات. ازيك؟ الله يسلمك يا استاذ. ازيك يا حلوه؟ الف حمد لله على سلامه سنادر. الله يسلمك. بابا الست نعمات جايه تاخد ابي محمود. نعم. تاخده فين؟ بيته ومطرحه يا استاذ. يا خبر، بيته ومطرحه هنا عندنا في المعادي يا ست نعمات. محمود بقى واحد من العيله. يا جماعه انا متشكر قوي، انا راجع. انت مش هتسيب نادر ابدا، واحنا مش هنسيبك. مش ممكن. اللي مش ممكن انك تفكر مجرد تفكير انك تروح اي مكان تاني. لو النبي، لو النبي يا استاذ. ما تحلفيش يا ست نعمات، استاذ محمود اخويا ده هيكون في عينينا انا وبنتي شربات. بالحق، ازاي شربات يا ست نعمات؟ يا كبد عليها، دي هتتجنن عشان تشوفك. كل يوم كانت تجيب الجورنال عشان تعرف اخبارك، ولما عرفت انك هتخرج النهارده طلقت يا اخويا ونفضت الاوضه ووضبتها ودبحت لك جوز فراخ. فيها الخير، طول عمرها بنت حلال. اسمع يا سي محمود، انا عايزه اقول لك حاجه يا اخويا عشان اريح ضميري. طيب نسيبكم مع بعض شويه. لو النبي، لا انت قاعده يا حبيبتي، ما انتش غرب ابدا. شوف بقى يا سي محمود، اللي فهمته يا اخويا ان البت رايداك. ست نعمات اقسم لك. استنى عليا بس يا سي محمود، انا عارفه يا اخويا انك شريف، ولولا كده ما كنتش حوافق ابدا. انما دلوقتي ورحمه امي، شوفوا رحمه امي اللي محلف بها كذب، انا بقولها من قلبي موافقه يا اخويا، وشربات هتبقى مراتك وخدامتك كمان. اصيله اصيله يا ست العماد،
وربنا وحده اللي يعلم معزه شربات عندي قد ايه. لكن مش ممكن. يوه شربات لازم تاخد انسان يقدر يسعدها ويهنيها يا سيدي. هي بصراحه كده مش عايزه غيرك. لا إيه؟ لا لا يا ست نعمات، وارجوك تساعديني. ايوه بصراحه كلامك ده استاذ صلاح، ارجوك تقبلني عندك لغايه ما اشوف هعمل ايه. ده احنا اللي بنرجوك يا استاذ محمود. ست نعمات هي الله هي مشيت. لا يا استاذ محمود، ادينا هو يا اخويا. وحياه شربات يا ست نعمات تساعديني، لازم شربات تشيل الحكايه دي من دماغها خالص. ست نعمات قولي لها انك انت جيت المستشفى ولقيتينا خرجنا وانك ما شفتناش وما عرفتيش رحنا فين. لكن يا محمود مدام شربات ارجوك، مش ممكن شربات تدفن نفسها وحياتها مش ممكن. خلاص يا سي محمود، والنبي يا ابني ما كان قصدي ازعلك كده ابدا، لكن ده كان بس عشان ضميري يستريح. بالعكس يا ست نعمات، كلامك ده وصراحتك دي تبين قد ايه انت ست نبيله. ده بس من اصلك يا حلوه، ربنا يقدرني على رد جمايلك يا حبيبتي. وانت مش عايز حاجه يا سي محمود؟ انت ماشيه خلاص؟ لا عايز سلامتك، وربنا يوفق اختي شربات بابن الحلال. طيب افوتكم بعافيه. مع السلامه يا ست نعمات. خلي الورقه دي معاكي، فيها عنواننا في المعادي، ما يتوهشي، ضروري برضو نشوفك. ان شاء الله، مع الف سلامه يا استاذ محمود. وانت يا حبيبي يا صغير، الف الف مبروك يا حبيبي. وانت يا سي محمود، وحياة شربات بنتي اللي انا ماليش غيرها، لولا ان انا حاسة ومطمنة انك هتكون مع ناس طيبين ما كنت سبتك ابدا. فوتك بعافية. افتحي الشبابيك كلها. حاضر. يلا بسرعة. يلا اتفضل يا استاذ محمود. معلش المجنونة دي لها حاجات كده مش فاهمة ايه هي. لا مفيش حاجة. البخور كويس. الشكل ده يا ساتر. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار ابيض. الشربات ايه ده يا دادا؟ مين اللي ده؟ نادر عليا يا سي صلاح، نادر عليا اني اسقي الشربات يوم ما يجي سي نادر بالسلامة. اتفضل اتفضل يا استاذ محمود يا وش الخير. اتفضل يا ست سامي. ميرسي يا دادا. وانت يا عريسنا مستني ايه؟ الف حمد لله بالسلامه يا حبيب. ميرسي يا دادا. يا الف 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 نهار ابيض يا اخويا، انا جيت. ايه ده تاني؟ انا مش قلت لك بلاش؟ لا 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 لا، والنبي يا ستي تسيبيني. ادي المبخره وادي عروسه الحسن. يا اختي فين الابره؟ اهي. لازم ابخر سنادر. اعوذ بالله من الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان. رأيتك من عيون فاطمه بنت زهيره. مامتك اسمها زهيره يا فاطمه. بس اصبر عليا يا اخويا اما اخلص. ومن عيون زينب بنت وجيده. وانت يا دادا زينب؟ ايوه يا ابني. من عين ام نادر، من عين ام نادر، من عين علي هاني، من عين علي هاني، من عين عم امين، من عين عن امين، من عين الاستاذ محمد. فاطمه نعم، شيل الحاجات دي من هنا يلا. وانت يا دادا خدي عم امين معاكي، وضبوا الاوضه اللي في الجنينه بسرعه. دادا خد المفارش دي كلها واستنونا. حاضر. ماما انا هاخد ابي محمود في اوضتي لغايه ما يجهزوا له شقته الصغيره. تحب تشرب حاجه يا استاذ محمود؟ اولا احنا اتفقنا بلاش حكايه استاذ دي معايا. ثانيا ممكن اخد قهوه في اوضه نادر علشان تستريحوا انتوا كمان شويه. يا هنجيتوا للحق، انا عايز انام ولو نص ساعه. وانت يا مدام ساميه برضو. أيوه. عن اذنكم. نادر هات ايدك يا نادر وخدني معاك يا ابني. حاضر. ايوه يا سيدي. ممكن تاخد ايدي وتوديني لاوضتنا؟ حبيبتي يا سيدي تعال. ساميه انت تعبت كتير يا حبيبتي. وانت كمان يا حبيبي. يا
أيام عصيبة مرينا عليها. انساها يا صلاح، وحياتك لكون مع وضهالك يا حبيبتي. يا رحمة صلاح، وبعدين انت مش كنت عايز تنام؟ فينك من زمان يا حبيبتي؟ قربي قربي. ايه سامي مالك؟ محمود. محمود ماله؟ مش طلب قهوة؟ لما اقوم اعمله القهوة. ايه قهوة؟ اه طيب. سامية. ايوه صلاح. الله، ايه رايحة فين؟ راح اعمل قهوة لمحمود. يعني خارجة برا الأوضة؟ الله، اه جرالك ايه؟ انا برضو اللي جرالي ايه؟ ها؟ ما تبص لنفسك ست هاني. شوف انت لابسة ايه؟ الله، انت هتخرجي بالشكل ده من الأوضة ولا ايه؟ يا خبر، وسيبني اخرج كده؟ انا اللي سايبك. ان كان علي انا ما كنتش عايزك تخرجي من هنا خالص. انت اللي جريتي برضو خارجة. الله سامية، لو نمت ما حدش يصحيني الا لما اصحى لوحدي. حاضر يا روح. ادخل. الله، انت اللي جايب القهوه بنفسك يا ماما؟ ايوه يا سي نادر، وانا كمان اللي عاملاها بنفسي يا سيدي علشان خاطر صاحبك. متشكر جدا واسف للازعاج استاذ محمود. تاني. محمود، لا شكر على واجب، وكمان بالنسبه للازعاج انا متاكده ان الازعاج الوحيد اللي كان ممكن يكون هو عدم وجودك معانا. اتفضل القهوه. ميرسي يا مدام. اقول لك سر يا ابي محمود؟ لا يا نادر، اذا سر انت مؤتمن عليه مفيش داعي تقول. هو مش سر يعني سر؟ لا، ده انت باين عليك تعلمت الشقاوة خالص يا نادر. كنت عايز تقول ايه؟ حاجة عليك يا ماما. علي انا؟ قول وامر لله. تعرف يا ابي محمود، ماما اول مرة تعمل القهوة بنفسها لحد غير بابا. الحقيقة القهوة مظبوطة قوي. تسلم ايديك يا مدام سامية. ميرسي. ارجوك ارجوك تتفضلي انت استريحي، مفيش داعي تتعبي نفسك. ست سامية، ست سامية، قلت الاستاذ محمود اتوضبت. سامع وتقول لي روحي استريحي. طيب يا دادا، خلي فاطمة تحصلنا على هناك. ما هو نادر يوصلني. يا سلام، من فضلك قوم معاي. وانت يا نادر قوم غير هدومك. بس ما بسش ولا حاجة، من هنا ورايح مفيش بينك وبين اي حد في الفيلا دي رسميات. اتفضل، هات ايدك يا محمود. على مهلك. يلا على مهلك. صباح الخير يا نادر. صباح النور يا بابا. ايه، هتنزل الشغل خلاص؟ ايوه حبيبي. كفاية بقى، من امتى وهو ما بيروحش؟ ده زمانه نسي يشتغل ازاي. لا لا ما تخافيش يا سامي. طيب اسيبكم انا بقى دلوقتي. مع السلامه يا صلاح. شايفه يا واد؟ ابقى كلمني في التليفون. حاضر. ايوه، وعطليه بقى عن شغله بقى من اول يوم كده يا ماما. ما تسمعش كلامه يا صلاح. ما تنساش تفوت على محمود وانت نازل. بس على الله الاه صاحي. سلام. هو الأعمى بينام ولا بيصحى في مواعيد محددة؟ يا ماما، أنا صعبان عليا يا أبي محمود، لأني عشت في الضلمة اللي هو عايش فيها دلوقتي. تصوري تصوري يا ماما، الواحد يبقى عايش في ليل على طول، ليل أسود أسود. بس كفاية كفاية يا نادر. نادر يا حبيبي، إذا كان هو عمل كده علشانك لازم أنت ما تعملش كده. أحسن أحسن ياخد باله ويتألم، ده إنسان نبيل ومشاعره رقيقة جدا وحساس وشهم، ربنا يديله على طيبة قلبه. هيديله إيه يا ماما؟ نادر، ربنا كبير يا حبيبي، يديله راحة البال والطمأنينة. أنت نفسك كان اليأس ملأ قلبك زي ما ملأ قلوبنا كلنا، وبعدين إيه اللي حصل؟ الدنيا كلها سودت في عينينا، لكن كنا دايما بنقول يا رب، وربنا ما خذلناش، بعت لنا انسان ملناش باي صله، لا من قريب ولا من بعيد. رفضنا في الاول وبعدين اصر، حاولنا نقنعه رفض. ربنا قادر على كل شيء. الله الله،
سامية يا سلام، يا أحلى وأعظم زوجة في الدنيا. سامية سامية. أيوة. أهلا يا صلاح. تعالي هنا حبيبتي تعالي. أيوة. مرسي يا حبيبتي. مرسي أو مرسي على إيه يا صلاح؟ على الحاجات دي كلها. حاجات؟ دي مش ليك يا صلاح. مش ليا. مالك يا صلاح، دي حاجات نزلت اشتريتها لمحمود. أصلي افتكرت إنها ليا. ايه اللي بضحكك كده يا سامي؟ انت يا حبيبي فكرتني بنادر وهو صغير لما كان يغضب. يا صلاح كان لازم تلاحظ حاجة او اتنين ضمن الحاجات وتعرف على طول ان الحاجات دي لمحمود. بص شوف النضارة السودة دي هتلبسها انت ازاي بقى، والعصاية دي هتستعملها في ايه حضرتك، وسيبك من ده كله، الوان القمصان والبيجامات والبنطلونات دي تلائم سيادتك، ولا فاكر نفسك يعني لسه شباب؟ لا بقى لا عندك. اولا انا اسف على كل حاجه الا حاجه واحده بس، ومفروض انك انت بقى اللي تعتذري لي عنها. اعتذر؟ ايوه وتقولي اسف. عن ايه؟ عن اخر جمله قلتيها، ولا فاكر بقى نفسك لسه شباب؟ انا برضو يا سامي. يا حبيبي انت هتفضل شباب على طول زي حبنا بالظبط. ايوه كده يا استاذ، ايوه كده، اضحك اضحك من جوه القلب بتاعك يا راجل وفرفش. وبعدين عملت ايه يا عم امين؟ ايوه يا سيدي. وبعدين مسكت الدماغ بتاعه وغرسته في الطين اللي كان مليان به الحاره، ومن يومها عمل عيشه في الحاره على طول. ده كان مجنون يعمل فتوه علي انا. الله ربي غايته. المهم العلقه اللي بتقوله جه في وقته تمام، الناس في الحارة كلهم ما بقوش يخافوا منه ابدا، ومن يومها ما حدش بقى يتفالوا بقى علشان يتقي الشر بتاعه. ايه ايام يا استاذ، ايام لها تاريخ دلوقتي بقى. خلاص يلا يا حسن الختام. ربنا يديلك طول العمر يا عم امين. الحمد لله نشكره ونشكر فضله كمان كده. رضا ربيت الاولاد كويس. عندك كتير يا عم امين؟ والله يا سيدي عندي 4، الكبير منهم باش مهندس في السد العالي، ربنا يديله الصحة، هو بقى شايل عني دلوقتي كل المصروف. استاذ عيني عيني. استاذ فاطمة. ايوه. لا ما هو انت لما هتقعد جنب عم امين مش هتسلاها ابدا. ايدي عاوز ايه يا فاطمة؟ انا عاوز ايه منك يا عم امين؟ عاوز الاستاذ طبعا. ماله معاد الغدا، ممكن تأجل حكايتك دي لقعدة تانية؟ ممكن، لكن انت بتبصي لي بص نص عين كده ليه؟ اهيانا اهيانا، لو كنت ترضى تتجوزني ده انا كنت. اخرس يا بنت، وام الولاد اللي عاشت معايا الام كله ده احنا دي فين؟ اما غريبة ولا لا؟ ما هي قاعدة هناك في البلد يا عم امين. وماله ماله؟ يلا يا بنت بلاش كلام فارغ. ما هو اخلاصك ده اللي مجنني، بقالكم متجوزين دلوقتي يجي 100 سنة. شوف المجنونة دي. طب ما تزعلش، قصدي يعني من زمان، من زمان قوي، وهي قاعدة في البلد بقالها كام سنة دلوقتي وبرضو مخلص ليها. ده المتنيل على عينه عبد السميع قري فتحتي، ومن دلوقتي عينه زايغة يا اخواتي. الحمد لله. انا متشكر يا فاطمة. الف الف هنا وشفا يا سي محمود. هو انا عملت حاجة؟ كل تعبك معايا ده وما عملتيش حاجة يا فاطمة. بس انا زعلانة منك يا سي محمود. ايه؟ زعلانة مني انا يا فاطمة؟ ليه؟ ايوة يعني فيها ايه لو توافقهم وتاكل معاهم فوق؟ دول كلهم بيحبوك وبيعزوك قوي. لا يا فاطمة انا هنا كده كويس، الا اذا كنت بقى اتضايقتي. انا برضو يا سي محمود اتضايق. اتضايق من ايه؟ طب ده حتى كده احسن لي، حتى اديني ساعات بغفلك واسرق اللحمه من قدامك. ايوه كده اضحك يا سيدي اضحك، محدش واخد منها حاجه. طب وحياه النبي شكلك بيبقى حلو قوي وانت مبسوط وبتضحك كده. يلا امسك امسك وكل. ايه اكل تاني؟ ده الحلو يا سيدي. هات يا فضل. اتفضل، بس بطلي كلمه سيدي دي. بلاش يا سيدي، كفايه كلمه ياسي. ياسي يعني ياسي من غير ايدي. بقول لك ايه يا استاذ؟ قول يا فضل. هو حضرتك يعني عدم المؤاخذه يعني
ما سبقلكش انك اتأهلت؟ لا يا فاطمة لا لا لا. طب 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 يا سيدي طيب طيب، هي جريمة؟ احيانا يا فاطمة لما يكون مفيش تكافؤ. نعم يا اخويا مفيش ايه؟ تفاجؤك. لازم ألفلك نكتة يا ابي محمود. نادر تعال يا حبيبي تعال. الله يا سلام يا سلام يا سي محمود، وحياة النبي كنت هتبقى أب ولا كل الأبهات بحنيتك دي. ما أنا كمان بحبه زي بابا تمام. ربنا يحببكم في بعض أكتر وأكتر. يا نادر امتحنتم جغرافيا النهاردة؟ أيوة. طب عملت إيه؟ كان سهل جدا. تصور يا أبي نفس الحاجات اللي كنت بتشرحها لي امبارح. تكونش أنت اللي وضع أسئلة الامتحان؟ ليه؟ جالك إيه؟ السؤال الأول بيقول علل لما يأتي. واحد ارتفاع كثافة السكان في وادي النيل. تتكلم جد وحياتك يا أبي. اتنين تكامل المواد الاقتصادية في الوطن العربي. وفي السؤال التاني بيقول تختلف الظروف المناخية في الوطن العربي بصورة واضحة، واشرح ألف العوامل التي تؤثر في مناخ الوطن العربي. به اذكر الاقاليم المناخية الموجودة. الله مصادفة غريبة. المهم انك النمرة النهائية من غير كلام. اسم الله اسم الله اسم الله. والنبي يا سنادر والنبي يا شيخ سقت عليك النبي، ما تقول لحد لا يحسدوك، احنا مش ناقصين يا حبيبي. ما تخافيش يا فطومة مش هقول حاجة قدام طنط علي هان. ايوة وحياتك يا سيدي احسن دعنيها تشق الحجر. نادر معك كتاب انجليزي؟ ايوة انجليزي. طب طبعا اذنكم بقى اسيبكم بقى انا شوية. People spend their free time in different ways. Those who live near the sea enjoy swimming and fishing. Farm children play hide and seek and singing game. كويس قوي قوي. ممكن بقى اسالك why are children who live near the sea lucky؟ وممكن what does a fisherman do؟ كمان سؤال تالت what games do farm children enjoy؟ مدام سامية مساء النور. ايه يا نادر انت تعب قلبي محمود معاك؟ لا لا تعب ولا حاجة بالعكس ادينا بنتسلى مع بعض. ده نادر مبسوط جدا بيقول اسئلة الجغرافيا كلها كنت شرحها له امبارح. صدفة. يا رب يطلع الانجليزي زي الجغرافيا كمان صدفة. يا طماع. يلا بقى خلي ابي يستريح شوي. بابا فوق؟ ها في ايه؟ بابا خرج من شوية عنده شغل. ياه كنت عايزه ضروري، كنت عايز يجيب لي معاه قلم حبر، نسيت اقول له احنا بنتغدى. بس انا بقى ما نسيتش يا نادر هيجيبه لك معاه وهو راجع. طيب انا طالع يا ماما. ما تنساش تخلي فاطمه تجيب لك كوبايه اللبن. حاضر عن اذنك يا ابي محمود. اتفضل يا حبيبي. مبسوط يا محمود معانا؟ جدا يا مدام. ومش ناقصك حاجة؟ اي حاجة؟ ابدا ابدا بالعكس انا مندهش لاهتمامك الزايد. ده اقل من الواجب يا محمود. فين هو الاهتمام الزايد ده؟ بقول ايوة ايوة مدام سامية. على فكرة ما اخدنا على بعض بقى وبقينا عيلة واحدة. حكاية مدام دي مدام سامية مدام سامية ملهاش طعم. انا مش زي اختك ولا ايه؟ يا ريت كان ليا اخت في طبتك وشخصيتك اللطيفة وذوقك وكرمك. ياه كل ده مرة واحدة؟ ده اقل وصف ممكن تتوصفي بيه. انت هتخليني اطلع فيها واتغرر؟ ايه اللي زيك ما يقدرش يلبس توب مش توب. انت هتخليني يعني؟ اقول لك ايه بقى، ميرسي يا سيدي، انت كلك ذوق وانسانية. يو نسيتني. ايه في حاجة؟ كنت عايزة اقول لك ايه رأيك نشرب فنجان قهوة عندك؟
يا ريتني اقدر اقوم اعملهولك. تبقى القهوه اللي عملتها لك المره اللي فاتت ما عجبتكش. طب وده معقول؟ بس كنا خلينا فاطمه. فاطمه فوق، مش في هنا عندك بن؟ اه ايوه. خلاص. آه ايوه هناك. ما تفتح راديو شويه. اه طيب حاضر. انا وانت لوحدنا حسدونا في حبنا، انا وانت لوحدنا حسدونا في حبنا، ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا. الظاهر انك بتحبي فريد قوي يا شربان. الغنوه دي بالذات يا سي محمود بحبها موت. قصدك اغنيه انا وانت لوحدنا حسدونا في حبنا ويا ريتهم زينا. النسمة تمر عليك تنقلك شوقي اليك، وتقول مكتوب في عينيك ان احنا لبعضنا. انا عارفة انك ليا واحلف لك على كده بعيني. الله الله الله. ايه يا شربات بقى فريد بيقول انا عارفة انك ليا؟ لا ده انا اللي بقول يا سي محمود، ولا الحتة اللي بيقول فيها راح اشيلك جوه عيوني واغطي عليك بكفوني، ونحتى الكل فاتوني انا راضية بحظنا. برضو انا راضية بحظنا. انا اللي بقول بقى يا سي محمود. ويا ما بقول، لكن فين اللي يسمع؟ بكرة تلاقي اللي. عن اذنك يا سي محمود انا نازلة، مش عايز حاجة تانية. كتر خيرك يا شربات. ها القهوة يا محمود. ها هي الغنوة خلصت؟ خلصت وقفلت الراديو. وتالت مرة اقول لك القهوة يا محمود وانت ولا انت هنا. تعرف ان بحب الغنوة دي برضو ومتسجلة عندي، ابقى اجيب لك الشريط تسمعه في وقت ما انت عايز. القهوة. ميرسي. ايه ده يا خبر؟ في ايه يا سامي؟